بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا الدارسين في قرص المحاسبة المالية. رجاء أن أنتوا أكدوا لنا بس أخبار الصوت إيه. لو الصوت واضح عندكم واحد، لو الصوت غير واضح يبقى اتنين. باقي الناس تمام، الصوت واضح إن شاء الله. طبعا الناس اللي بدأوا معانا الكورس من الأول لاحظوا بعض العثرات في المحاضرات بالنسبة لموضوع الصوت، ولكن في النهاية الحمد لله ربنا وفقنا إن احنا نحل المشكلة حل جذري، بحيث إن احنا نكمل الكورس إن شاء الله مع بعض مبيبقاش فيه أي مشاكل من ناحية الصوت. الناس اللي تابعوا معانا الكورس من الأول بيلاحظوا إن احنا بدأنا في تعريف المحاسبة المالية، هنقول كده مقدمة عن الجزء اللي فات بسرعة. وعرفنا المحاسبة المالية ان هي احد فروع المحاسبة، وان هي بتهتم بتسجيل المعاملات المالية للمشروع وتبويبها بهدف اعداد قوائم مالية في نهاية كل فترة مالية، غالبا بتبقى سنة، بهدف إظهار نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة، وكذلك تحديد المركز المالي للمشروع في نهاية الفترة أو في نهاية السنة المالية. وبدأنا نعرف نتيجة الأعمال والمركز المالي، وبعد كده دخلنا على معادلة الميزانية او معادلة المركز المالي، وازاي ان الاصول اللي هي ممتلكات المشروع وحقوق طرف الغير لازم في اي لحظة زمنية تتساوى مع الديون والالتزامات التي على المشروع، اللي هي الخصوم وحقوق الملكية. وعرفنا ان حقوق الملكية هي حقوق صاحب المشروع في المشروع، او هي ديون على المشروع لصاحبه من منطلق مفهوم الشخصية المعنوية للمشروع، ان المشروع بيستقل ماليا عن صاحبه، بحيث ان كل واحد منهم يبقى ليه ذمة مالية مستقلة عن الاخر، وبالتالي اي اموال بيخصصها صاحب المشروع من امواله الخاصة لمشروعه بتعتبر في المحاسبة بنسميها حقوق الملكية او رأس المال، وده بيبقى حق صاحب المشروع في المشروع او الدين اللي على المشروع لصاحبه. في كمان مجموعة من الديون الاخرى بتبقى على المشروع اللي بنسميها اللي هي الديون الخارجية، زي مثلا ان المشروع اخد قرض من احد البنوك فيبقى ده دين على المشروع للغير، المشروع اشترى بضاعة من احد الموردين بالاجل لسه ما تسدد لهوش قيمة البضاعة فده بيعتبر دين على المشروع للمورد ده، يعني للغير مش لصاحب المشروع. هذه الديون الخارجية بنسميها في المحاسبة الخصوم او الالتزامات liabilities، وبالتالي الاصول الاسيتس لازم تتساوى مع الخصوم liabilities زائد حقوق الملكية الاونرز اكويتي. بدأنا نتطرق بعد كده الى تحديد طبيعة العمليات المالية، من حيث هل هي عمليات مدينة ولا دينة، وقلنا ان اي معاملة مالية بيقوم بها المشروع بيبقى ليها على الاقل طرفين، المشروع طرف والغير طرف اخر، ممكن يكون الغير ده عدة اطراف. المشروع بيبقى ليه طرفين، يعني على سبيل المثال لو اشترينا بضاعة طرف احد الموردين
يبقى في هنا معاملة مالية بين المشروع بتاعنا كطرف والمورد اللي احنا اشترينا منه طرف اخر. اذا اشترينا البضاعة بالاجل، اذا اشترينا البضاعة دي نقدا او بشيك على البنك، هيبقى المشروع طرف انه اخذ البضاعة، والبنك طرف اخر باعتبار اللي هو سد الثمن البضاعة. فهنا المورد مش هيظهر في دفاتري باعتبار ان هو ملهوش عندنا حاجة، اشترينا منه بضاعة وسددنا له ثمنها بشيك، فبيعتبر التعامل هنا بين المشروع والبنك، هما دول اللي هيظهروا في دفاتر المشروع بعد كده في قيود اليومية. دول طرفين. اذا اشترينا بضاعة وسددنا جزء من الثمن بشيك والباقي بالاجل لسه ما اتدفعش، على اساس ان احنا هنسدد الباقي ده في المستقبل، يبقى هنا المشروع طرف انه اخذ البضاعة بالكامل، البنك طرف انه سدد جزء من قيمة البضاعة، والمورد طرف ان هو لسه ليه باقي قيمة البضاعة. اذا اشترينا بضاعة ب10,000 جنيه، كتبنا للمورد شيك ب7,000 جنيه وراح صرفه من البنك ولسه فاضله 3,000 جنيه، يبقى هنا المشروع اخذ بضاعة ب10,000 جنيه، ده طرف. على الجانب الاخر في عندنا البنك طرف في العملية ان هو دفع للمورد 7,000 جنيه، والمورد طرف اخر ان لسه فاضل له 3,000 جنيه. يبقى هنا معاملة بين المشروع وطرفين اخرين. لو لاحظنا في مجموعة المعاملات اللي احنا قلناها دي، ان المشروع دايما بيبقى طرف اساسي في العملية. الاخ اللي هو بيسأل ان مفيش صورة، احنا لسه ما عرضناش موضوع المحاضرة، لان احنا بنعمل مراجعة سريعة للكلام اللي احنا قلناه في المحاضرة في المحاضرات اللي فاتت، فبمجرد ما نبدأ في المحاضرة ان شاء الله هنعرض صورة المحاضرة المطلوبة. وبالتالي يبقى المحاسبة المالية بتهتم بتسجيل المعاملات المالية للمشروع. يعني اذا كان في تعامل معاملة مالية خاصة بصاحب المشروع، على سبيل المثال صاحب المشروع اشترى لنفسه سيارة خاصة ودفع ثمنها من امواله الخاصة مش من اموال المشروع، يبقى هنا دي معاملة مالية لا تتعلق بالمشروع اصلا، وبالتالي لا تظهر في دفاتر المشروع. المحاسبة المالية هنا لا تهتم بتسجيل المعاملة دي باعتبار ان هي عملية خاصة بصاحب المشروع. انما اذا صاحب المشروع اشترى هذه السيارة وسدد ثمنها من الاموال الخاصة بالمشروع، سواء الاموال دي في خزنة المشروع او في حساب جاري المشروع في البنك، فبيعتبر هنا ده في حكم المسحوبات، يعني ان صاحب المشروع سحب من رأس ماله في المشروع ثمن هذه السيارة، وبالتالي بيعتبر المشروع هنا طرف اساسي في العملية، وبالتالي تتسجل في دفاترنا على ان صاحب المشروع سحب مبلغ يعادل قيمة هذه السيارة. وبدأنا بعد كده نقول ان المعاملات المالية بعد ما حددنا الطرف المدين والداين، يبقى نبدأ في اول اجراء في الدورة المحاسبية، وهو تسجيل المعاملات المالية. احنا قلنا المحاسبة المالية بتهتم بتسجيل المعاملة المالية وتبويبها واعداد تقارير مالية تظهر نتيجة الاعمال والمركز المالي. طيب يبقى اول اجراء في الدورة المحاسبية هو تسجيل المعاملات المالية. التسجيل ده بيتم ازاي وفين؟ التسجيل بيتم في دفتر اليومية. يا شباب هنعرض صورة المحاضرة بمجرد ما نبدأ في موضوع المحاضرة الفعلي، احنا لسه بنراجع الجزء اللي فات. فبنقول ان تسجيل المعاملات المالية ده اول خطوة في الدورة المحاسبية، وده بيتم في دفتر بيسمى دفتر اليومية.
وقلنا ان دفتر اليوميه بيعتبر مستند قانوني للشركه، وبالتالي لازم يبقى دفتر مرقم صفحاته مرقمه، ويفضل انها تكون مختومه بختم الشركه، ولا يجوز الشطب او الكشط في هذا الدفتر او حشر. ما ينفعش ان في خطا تم في تسجيل قيد ان انا اشطب على القيد. ما ينفعش ان انا لو نسيت اكتب اسم حساب ان انا احشره بين حسابين. الكلام ده كله لا يجوز اجراءه في دفتر اليوميه، ولكن السهم والخطا يصحح بقيود تسمى قيود التصحيح. يعني اذا كتبت قيد يوميه ان احنا اشترينا بضاعه وسددنا قيمتها نقدا بمبلغ 1000 جنيه، اشترينا بضاعه نقدا بيبقى 1000 جنيه، فقلنا من حساب المشتريات الى حساب النقديه في الخزينه، بس بدل ما اكتب 1000 جنيه كتبتها 700 جنيه خطا معين ايا كان السبب فيه، وكتبنا المبلغ 700 جنيه. ما ينفعش اشطب 700 جنيه واكتبها 1000، لكن بيتم التصحيح بقيد يوميه، اما ان انا اعمل قيد جديد واثبت فيه مشتريات من المشتريات الى النقديه بال 300 جنيه الباقيه، او ان انا الغي القيد نلغي القيد اللي احنا سجلناه قبل كده ونسجل قيد جديد بالصح. يعني هقول من حساب النقديه بالخزينه الى حساب المشتريات بال 700 جنيه اللي احنا سجلناها خطا، وبالتالي القيد ده قيد عكس القيد الاولاني، يعني لغى القيد الاولاني، وبعد كده اسجل قيد يوميه جديد من حساب المشتريات الى حساب النقديه بال 1000 جنيه. لكن ان انا اجي على القيد الاصلي واشطب فيه يبقى كده كان ان انا معايا مثلا شهاده ميلاد بتاعه مولود، ورحت بالقلم كتبت اي حاجه، شطبت اي بيان فيها، او كتبت اي بيان فيها، فطبعا ده كله بيلغي هذا المستند. نفس الكلام دفتر اليوميه لا يجوز الشطب او الكشط فيه. وبدانا في المحاضره الاخيره نتكلم على بعض الامثله للقيود اليوميه وازاي نسجلها في دفتر اليوميه. المفروض النهارده نستكمل ان شاء الله الموضوع، فهنبدا نشوف دلوقتي مع بعض حالا مثال على او بعض الامثله السريعه كده على القيود اليوميه عشان نوضح بعض الحاجات اللي احنا ما كناش تطرقنا اليها في المحاضرات السابقه، وبعد كده نبدا نشوف باقي اجراءات الدوره المحاسبيه معانا تمشي ازاي. هنبدا نشوف في المثال السادس هنا بعض العمليات الخاصه بالمشروع، وعايزين نركز فيها على كيفيه معالجه الخصم التجاري والخصم النقدي، لان دي كان حتى في اخر مثال اللي احنا اخذناه ولكن الصوت كان عمل مشاكل معانا ولم تستكمل المحاضره وكنا وقفنا عند هذه الجزئيه. المثال بيقول لنا فيما يلي بعض العمليات التي تمت في محلات انس الوجود عن شهر يناير 2011. يوم 5/1 اشترى المحل بضاعة. احنا هنا نلاحظ ما قلناش اشترى انس اللي هو صاحب المشروع، لانه لو انس اللي اشترى يعني اشترى حاجة خاصة بيه، يعني دي ليست معاملة مالية للمشروع، يعني دي مش هتتسجل في الدفاتر. انما هنا بنقول اشترى المحل. هو طبعا المحل كمنشأة او كشخص معنوي مش هو بنفسه اللي هيشتري، ادارة المحل هي اللي تشتري اللي هو انس صاحب المحل، بس هو الشراء بيتم باسم المشروع. يعني الفاتورة اللي احنا هنشتري بيها تمام، البايع هيقول فيها ان احنا بعنا الى محلات انس الوجود، مش بعنا الى انس. لو بعنا الى انس يبقى الشراء هنا باسم انس، ودي معاملة تخص انس مش تخص المشروع، ما تتسجلش. انما لما نقول اشترى او بعت الى محلات انس الوجود يبقى ده عملية تخص المشروع لانها باسم المشروع، وبالتالي تتسجل هنا.
شاري المحل بضاعة قيمتها 10,000 جنيه من محلات حمزة بخصم تجاري 5%، وهذا الخصم غير مشروط، ما تحطلوش شرط، خصم مفتوح، خصم عام بخصم تجاري خصم 5%. يعني عملية الشراء الحقيقية مش بال10,000، ده في خصم هيتشال منها، هيتخصم منها 5% من ال10,000، 500 جنيه زي ما احنا شايفين هنا كده، 10,000 جنيه في 5% هيديني خصم 500 جنيه. يبقى إذا صافي القيمة، يعني ده الثمن الشراء الحقيقي 10,000، هنطرح منها خصم 500 جنيه. هتبقى القيمة الحقيقية للصفقة دي أو العملية دي 9,500 جنيه. يبقى كأن الشراء تم ب 9,500 مش ب 10,000 جنيه وعليها خصم 5%. الترجمة ال 10,000 مع وجود خصم تجاري 5% ان الشراء الحقيقي اصبح 9,500 جنيه. 10,000 قيمة الصفقة في 5% خصم تجاري هيديني قيمة الخصم 500 جنيه، وبالتالي بقى صافي تمن الصفقة ال 10,000 ناقص 500 جنيه خصم تجاري، يبقى الناتج 9,500 جنيه، هو ده الثمن الحقيقي لهذه الصفقة. ده في كمان خصم آخر، هو خصم نقدي 10%، بس ده ليه شرط، خصم مشروط، قال لي إذا تم السداد خلال 10 أيام من تاريخه. يعني إحنا كمشتري لو سددنا تمن البضاعة خلال 10 أيام من تاريخ الشراء اللي هو يوم 5، يعني احنا معانا لغاية يوم 15، 5 و10 أيام معانا لغاية يوم 15، إذا تم سداد قيمة البضاعة اللي احنا اشتريناها يوم 15 أو قبل يوم 15، يبقى احنا هنستفيد بخصم تاني 10%. يعني هنطرح من قيمة البضاعة دي، هننقص من ثمنها من 9,500 10% كمان. لكن إذا سددنا قيمة البضاعة بعد 10 أيام ما يعدوا، يعني بعد يوم 15 16 17 أو بعد كده، يبقى في هذه الحالة إحنا ملزمين إن إحنا نسدد 9,500 جنيه بالكامل ويضيع علينا الخصم النقدي. بس الخصم التجاري إحنا استفدنا بيه يوم الشراء وانتهى خلاص، لا يمكن الرجوع فيه. وبالتالي يبقى الخصم التجاري هو خصم ينفذ او يحصل عليه المشتري من البائع في تاريخ اتمام الصفقة اللي هو تاريخ الشراء والبيع، وينفذ فورا، وبالتالي تظهر الفاتورة تمن بيع 10,000 جنيه ناقص خصم تجاري 500 جنيه، يبقى صافي 9,500، ده الدين الحقيقي اللي على المشتري. فيظهر الخصم التجاري في الفاتورة المحررة من البائع للمشتري. وبالتالي لما اجي اسجل قيد اليومية واقول من حساب المشتريات اشترينا بضاعة، يبقى هقول من حساب المشتريات الى حساب، لو احنا كنا سددنا نقدا كنت هقول الى حساب النقدية، ولو كنا سددنا بشيك على البنك كنت هقول الى حساب النقدية بالبنك. ولو التمن ما تسددش زي الحالة بتاعتنا كده، يفترض ان احنا نقول الى حساب الدائنين بين قوسين محلات حمزة، ان محل حمزة او محلات حمزة دينانا دين المشروع بتاعنا بقيمة هذه المشتريات اللي هي 9,500 جنيه. وبالتالي الخصم التجاري ما ظهرش في الدفاتر، ظهرت القيمة بعد استبعاد الخصم التجاري، انما الخصم التجاري ظهر في الفاتورة، 8,10 ناقص 500 خصم، يبقى صافي 9,500، فظهر في الفاتورة ان في خصم تجاري 500 جنيه.
لما جينا نسجل قدر يوميه سجلنا بعد الخصم، وبالتالي الخصم لم يظهر فيه الدفاتر. الخصم التجاري هو خصم يحصل عليه المشتري من البائع في تاريخ اتمام الصفقه سواء شراء او بيع يعني، وهو يظهر في الفاتوره المحرره من البائع للمشتري ولا يظهر في الدفاتر سواء دفاتر البائع او دفاتر المشتري، لان الاثنين هيسجلوا بالقيمه بعد الخصم اللي هي 9500 جنيه. احنا كمشتري هنقول من حساب المشتريات الى حساب محلات حمزه، والبائع اللي هو حمزه في دفاتره هيقول من حساب محلات انس الوجود اللي هو احنا يعني مشروعنا، من حساب المدينين محلات حمزه الى حساب المبيعات. ده بالنسبه لمحلات حمزه من وجهه نظره في دفاتره هيقول من حساب المدينين محلات انس الوجود الى حساب المبيعات ب 9500 برضه. وبالتالي يبقى الطرفين المشتري والبائع بيسجلوا الصفقه في دفاترهم بعد استبعاد الخصم التجاري، وبالتالي لا يظهر الخصم التجاري في الفاتوره. تعالوا بقى نشوف يوم السداد اللي هيتم. يوم 14/1 عدى كده من يوم 5 ليوم 14 تسع ايام، يعني لسه مده الخصم النقدي اللي هي 10 ايام لسه ما عدتش. احنا لغايه دلوقتي متجاهلين الخصم النقدي خالص. يوم ما سجلنا الشراء ولقينا في خصم نقدي تجاهلناه، بنأجله لما نسدد. يوم 14/1 تم سداد المستحق لمحلات حمزه، يعني دفعنا ثمن البضاعه اللي احنا كنا اشتريناها يوم 5/1 بشيك على البنك. طب المبلغ قد ايه اللي احنا سددناه؟ ما قالش. طيب احنا كان علينا دين لمحلات حمزه قد ايه؟ مش ال 10,000 اللي هو ثمن البضاعه قبل الخصم، لا ده 9500 ثمن البضاعه بعد الخصم. هنبدا بقى هنا، ما دام ان ال 10 ايام مده الخصم ما عدتش لسه، يعني احنا لسه في فتره الخصم وجينا نسدد، يبقى هنقول للبائع احنا مش هندفع 9500 بالكامل، ده احنا لينا خصم عندك 10%، انت وعدتنا انك هتدينا خصم 10% لو احنا دفعنا قبل 10 ايام ما تعدي، واحنا فعلا ادينا عايزين نسدد. فنبدا نحسب الخصم النقدي، قيمه الصفقه او الدين اللي علينا للبائع 9500 جنيه، في عليه خصم نقدي 10%، يعني قيمه الخصم 950 جنيه. يبقى المسدد بشيك قد ايه اللي احنا هندفعه لمحلات حمزه بشيك؟ ال 9500 جنيه الدين اللي انا سجلت بيه الشراء قبل كده، هستبعد منه خصم نقدي 950 جنيه، يبقى الشيك اللي انا هكتبه للمورد اللي محلاتنا يعني محلات انس هتكتبه للمورد اللي هنسدده للمورد اللي هو محلات حمزه 9500 ناقص 950 يعني 8550 جنيه. يبقى احنا دلوقتي عايزين نسدد ثمن البضاعه، بس مش هدفع 9500 بالكامل، ده احنا هندفع فعليا 8550 جنيه. وبالتالي هسجل قيد يوميه، محلات حمزه اللي هم الدائنين اللي كانوا ظهروا في القيد يوم الشراء طرف داين الى حساب الدائنين محلات حمزه، لما نسدد لهم الفلوس يبقى الدين اللي اليوم عندنا هينقص لغايه ما يبقى صفر، ما لهمش عندنا فلوس. وبالتالي يبقى محلات حمزه هتاخد مننا فلوس، تبقى هي طرف مدين، بس ما نقولش انها هتبقى مدينه باللي احنا ندفعه 8550، لان لو انا ظهرت محلات حمزه مدينه في القيد ب 8550 هيبقى في فرق بين الدين اللي احنا ثبتناه علينا يوم الشراء 9500 واللي احنا سددناه بافتراض تسجيل 8550 جنيه هنا، وبالتالي يبقى في دفاترنا
لسه محلات حمزة ليها عندنا 950 جنيه. لا ده انا لازم اقول ان محلات حمزة مدينة بقيمة الدين بالكامل 9500، عشان تبقى هي دينانة يوم الشراء ب9500 ومدينة يوم السداد ب9500، وبالتالي النتيجة النهائية ان هي رصيدها في دفاترنا صفر، يعني ليس لها ولا عليها اي فلوس او اي حقوق طرف مشروعنا. يبقى من حساب الدائنين محلات حمزة 9500 الى مذكورين قيمة الخصم النقدي، ده يعتبر مكسب بالنسبة لنا، دين علينا 9500 سددناه 8550، يعني احنا وفرنا 950 جنيه نتيجة السداد خلال فترة الخصم، فده خصم مكتسب مكسب بالنسبة لنا، ايراد يجي دايم. بقيمة الخصم 950 جنيه والبنك كأصل تم السداد منه ونقص، هيجي طرف داين بالمبلغ المسدد فعليا 8550 جنيه. يبقى عند الشراء قلنا من حساب المشتريات الى حساب الدائنين محلات حمزة 9500 جنيه شراء بضاعة من محلات حمزة على الحساب، وممكن اقول بخصم بقيمة 10000 جنيه بخصم تجاري 5% واخر 10% اذا تم السداد خلال 10 ايام. ويوم السداد قلنا من حساب محل الدائنين محلات حمزة بنفس المبلغ 9500 الى مذكورين قيمة الخصم النقدي اللي احنا حصلنا عليه، هقول عليه خصم مكتسب 950، وحساب البنك بالمسدد فعليا 850 جنيه وشرح القيد، سداد المستحق لمحلات حمزة والحصول على خصم نقدي. ده بافتراض ان السداد تم يوم 14/1، يعني قبل مدة الخصم العشر ايام ما تعدي بيوم، لان احنا معانا من يوم 5 10 ايام يعني لغايه يوم 15. طيب لو افترضنا ان يوم 16/1 سددنا الثمن، يعني يوم 14 عدى ويوم 15 عدى نسينا نسدد وجينا او ما كانش عندنا سيوله عشان نسدد، يوم 16 جات لنا فلوس رحنا للمورد محلات حمزه وقلنا له عايزين نسدد قيمه البضاعه، انت كنت قايل لنا هدي لكم خصم 10% فاحنا عايزين نسدد الثمن فاحنا ندفع لك 8550. ده يوم 16 الكلام ده افتراضا ان احنا يوم 16 هنسدد، فيقول لي لا، يفتح دفاتره يبص يلاقي ان هو باع لي بضاعه يوم 5/1 وقال لي في خصم 10% خلال 10 ايام، يقول لي لا ده انت كان اخر ميعاد ليك امبارح، كان يوم 15 ده اخر يوم ليك عشان تاخد الخصم، انت جيت لنا النهارده يوم 16 مش من حقك تاخد خصم. يا عم ما فرقتش، ده احنا امبارح يعني فرق الليل، يعني انا لو جيت لك قبل الساعه 12 بالليل كنت هتديني الخصم. اقول له لا معلش، اليوم الجديد بدا، انتهت مده الخصم، لو سمحت سدد لي الثمن بالكامل 9500 جنيه. فاحنا في الحاله دي لازم ندفع 9500 جنيه بالكامل، وبالتالي نسجلها في دفاترنا من حساب الدائنين محلات حمزة 9500 الى حساب البنك 9500 برضو، ويتشطب خالص الخصم المكتسب لانه ضاع علينا وما قدرناش نحصل على الخصم بسبب ان احنا اتأخرنا عن مدة الخصم يوم واحد او اكتر. طبعا المثال واضح يا شباب، إذا كان المثال واضح واحد، إذا كان المثال كده غير واضح يبقى اتنين. رجعنا الشات بسرعة. تمام. ننقل لمثال آخر. فيما يلي العمليات التي تمت في محلات منة الله للعطور خلال النصف الأول من شهر نوفمبر سنة 2011. في 3/1 سوري احنا شهر 11 يبقى المفروض في 3/11، معلش ده خطا سهوا، في شهر نوفمبر
الشباب سامعيني كده؟ تمام. هو كان اتصال بس فصل النت فايه وصلنا كده. تمام. الانسان بيقول لي فيما يلي العمليات التي تمت في محلات منة الله للعطور خلال النصف الاول من شهر نوفمبر 2011 يوم 3/11 زي ما اتفقنا. يعني احنا خدنا المثال الاول من وجهة نظر البائع، احنا دلوقتي من وجهة نظر المثال اللي فات من وجهة نظر المشتري، النهارده بنتكلم او في المثال ده بنتكلم من وجهة نظر البائع. باع المحل بضاعة قيمتها 10,000 جنيه الى محلات حبيبة بخصم تجاري 5% واخر نقدي 10% اذا تم السداد خلال اسبوع. ده يوم 3. يوم 10/11 يعني اسبوع، يعني 7 ايام، 7 و3 و7 يبقى 10، اخر يوم في الخصم في مدة الخصم تم تحصيل المستحق على محلات حبيبة نقدا. جت محلات حبيبة ودفعت لنا الفلوس نقدا، لحقت نفسها. يعني لو كنت استنت لبكرة اليوم 11/1 كنا قلنا لا سوري الخصم مدته عدت. يبقى هنبدأ نسجل العملية بنفس الطريقة، خصم تجاري 5% يبقى 10,000 جنيه تمن البضاعة في 5% خصم تجاري 500، يبقى 10,000 ناقص 500 9,500، ده الصافي، ده القيمة الحقيقية لهذه الصفقة من وجهة نظر محلات منة الله اللي هي البائع. هتقول من حساب المدينون او المدينين محلات حبيبة ب 9,500 الى حساب المبيعات 9,500. مبيعات بضاعة لمحلات حبيبة لو عايزين نكمل بخصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% اذا تم السداد خلال اسبوع. يوم 10 الخصم لسه ساري لغايه نهايه هذا اليوم، جت حبيبه او محلات حبيبه تسدد الفلوس، وبالتالي من حقها انها تحصل على هذا الخصم، وبالتالي نحسب خصم نقدي على الدين 9,500 عليه خصم 10% 950 جنيه. يبقى اللي احنا هنحصله نقدا مش بشيك بقى هنا 9,500 ناقص 950 خصم، يبقى هنحصل فعليا 8,550 جنيه. يبقى المدينين محلات حبيبة اللي كانت مدينة لينا ب 9,500 هتسدد، يبقى تصبح دينا ب 9,500 الى حساب المدينين محلات حبيبة. محلات حبيبة ب 9,500. مين الطرف المدين هنا؟ خصم مسموح به مصروف او خسارة بالنسبة لنا، يظهر مدين ب 950 جنيه وحساب الخزينة او نقدية بالخزينة او نقدية بالصندوق بالقيمة اللي احنا حصلناها اللي هي 8,550 جنيه. يعني هذا القيد عكس القيد اللي احنا خدناه في دفاتر المشتري. لما المشتري جه يسدد قال من حساب البائع اللي هو الدائنين محلات حمزة الى مذكورين الخصم المكتسب والبنك، فالخصم كان ايراد او مكسب يبقى داين. يبقى من وجهة نظر المشتري الخصم النقدي خصم يظهر في دفاتره، ظهر في دفتر اليومية اهو، وهو يعتبر مكسب او ايراد داين ويسمى خصم مكتسب، ويظهر يوم السداد. من وجهة نظر البائع الخصم النقدي برضو هيظهر في الدفاتر في دفتر اليومية وهو مصروف او خسارة، ويظهر مدين ويسمى خصم مسموع به. يبقى هيقول من مذكورين حساب خصم مسموح به 950 قيمة الخصم، وحساب النقدية بالخزينة بالمحصل فعليا 8,550 جنيه، والمدينين محلات حبيبة تيجي دينا الى حساب المدينين محلات حبيبة، مش محلات الحموي، محلات حبيبة ب 9,500 جنيه تحصيل مستحق على محلات حبيبة. لو افترضنا ان انا سجلت القيد بهذا الشكل، محلات الحموي للحتة اللي احنا كنا بنقول عليها ما ينفعش هنا
ان اجي بعد كده اروح شاطب على كلمه الحموي وارتب امنا حبيبه، او اجي بايه باي حاجه واشيل كلمه الحموي واكتب بدالها حبيبه، لان ده كده يعتبر اخلال بالمستند الرئيسي بتاعي اللي هو دفتر اليوميه. فلو انا عايز اصحح الخطا ده يبقى قدامي حل من اتنين، اما ان انا في الطريقه المختصره لتصحيح الاخطاء اعمل قيد يوميه واقول فيه من حساب المدينين محلات الحموي الى حساب المدينين برضو بس محلات حبيبه، الاسم اللي الحساب اللي كتب غلط هنا الغيه، فودينا جيبوا مدين من حساب المدينين محلات الحموي ده اتكتب غلط فانا عايز الغيه او اشطبه، فشطبه في المحاسبه ان هو كان داين اجيبه مدين من حساب المدينين محلات الحموي، وسجل بقى الصح في مكانه الطبيعي، مين اللي حساب السليم؟ محلات حبيبه، يبقى اقول الى حساب المدينين محلات حبيبه بس ده قيد يوميه مستقل. يوم اكتشاف هذا الخطا اروح عامل القيد اللي احنا قلنا عليه من حساب المدينين محلات الحموي الى حساب المدينين برضو محلات حبيبه. كده محلات الحموي هنا داينه، وفي القيد اللي احنا بنقوله تبقى مدينه كانها اتشطبت خالص من دفاتري، مش هتاثر في الدفاتر كده. في القيد الجديد اللي احنا عملناه محلات حبيبه ظاهره داينه، ويبقى ده الوضع الطبيعي وكده صححت هذا الخطا. الخطا طبعا دي سنه من سنن الحياه علينا، فما نقدرش ايه نقول مش هنغلط، لا احنا كبشر لازم يبقى في عندنا اخطاء، بس الاخطاء لازم تصحح وتصوب بطريقه سليمه وطريقه مناسبه. يعني ممكن نفرد زي ما قلنا قبل كده، نفرد بعد كده موضوع ليه تصحيح الاخطاء ازاي كيف يتم بالضبط. طيب اذا تم السداد او تحصيل القيمه بعد يوم 10 يوم 12 مثلا واحد او يوم 11 واحد، هتبقى مده الخصم اللي الاسبوع عدى. في الحاله دي يبقى احنا هنحصل 9500 جنيه بالكامل، وهنقول للمشتري ان الخصم ومدته عدت فانت مش هتحصل على الخصم. وفي هذه الحاله هنقول القيد من حساب الخزينه 9500 الى حساب المدينين محلات حبيبه 9500، وبالتالي الخصم المسموح به هيضيع على المشتري، او احنا مش هنسمح به للمشتري فمش هيظهر في دفاترنا نهائيا. المبادئ اللي احنا قلناها لغايه دلوقتي كده في الخصم من وجهه نظر البائع والمشتري رجاء انها تكون واضحه بالنسبه لنا، فهل هي كذلك ام لا؟ مصطفى واضحه بالنسبه له، تمام. محمود سامي تمام، يعني رجاء ان الناس اللي هي داخله وما غيرتش اسمها، يعني جست 21 جست 5، يعني رجاء ان هم يكتبوا اسمائهم بس يعرفونا، تمام. هتلاقوا في المنطقه دي كده عندكم في الصفحه يعني فوق، يعني السهم زي ما انتم شايفين فوق هنا هيبقى في جست 1 او جست 21 او جست ايا كان، في المنطقه دي كده فوق السهم كده بالظبط، هنا في المنطقه دي كده بيبقى مكتوب برقم الجست، ممكن تكتب اسمك مطرحه وتعمل اوكي هيتعدل الاسم ونعرف، بحيث ان احنا لما نقول يا فلان يا مصطفى يا محمود يبقى احنا عارفين بنتكلم مين. يعني زي ما انتم عارفين ان اللي بيتكلم معاكم هو رجب جلال، فرجب جلال برضو يشرفه ان هو يعرف هو بيتكلم مين. مثال او نقطة تانية، يوم 11 حصل المحل مبلغ 8000 جنيه من الدين المستحق على محلات مجدي بشيك او دعو الخزينة. تقول لي هو محلات مجدي فين؟ اقول لك اه احنا في الشهر اللي فات في اي يوم من الايام، تمام جست 21 عبد الحميد اهلا بحضرتك، في الشهر 10 في ايا كان في فتره سابقه كان محلات مجدي اشترت مننا بضاعه وعليها فلوس، الفلوس دي قد ايه؟ 100000 مليون 50000 ايا كان. النهارده بيقول لي ان احنا حصلنا من الدين اللي على محلات مجدي 8000 جنيه بشيك، عادي خليني في حدود المعامله اللي قدامي، اكيد لو احنا ملناش فلوس عند مجدي ما كانش مجدي هيدينا شيك، فهو في عليه دين قبل كده متسجل في دفاتر من السنه اللي فاتت من الشهر اللي فات ايا كان.
فكتب لنا الشيك على نفسه ب 8000 جنيه. الشيك ده تم ايداعه الخزنه، ركزوا في الحته دي مهمه جدا. هو اذا الشيك ده اخذناه وبعتناه البنك مباشره وتحصل وتحط في حسابنا في البنك، يبقى يفترض ان انا هقول في قيد اليوميه من حساب البنك، باعتبار ان البنك هو خد الفلوس واللي اخذ في المحاسبه مدين، يبقى من حساب البنك ب 8000 جنيه الى حساب اللي اعطانا هذه الفلوس اللي هو محلات مجدي، اللي هم المدينين محلات مجدي ب 8000 جنيه. ده لو الشيك اودع البنك مباشره من حساب الخزينه، من حساب سوري نادية بالبنك الى حساب المدينين محلات مجدي. ده لو كان الشيك اودع البنك مباشرة، فكنت اقول من حساب نادية بالبنك الى حساب المدينين محلات مجدي. لكن هذا الشيك اودع الخزينة، يبقى ما اقدرش اقول البنك، لان البنك كاصل هنا ما حصلش زيادة في رصيدنا عنده. لكن اللي حصل له زياده فعليا هو الخزينه، الشيك اودع الخزينه، الشيك اللي في الخزنه ده كانه فلوس في الخزنه، لان الشيك ده في النهايه هيترجم الى فلوس، هناخد قيمه الشيك فلوس، كان انا حطيت في الخزنه فلوس، بس هي مش فلوس فعلا، هي في حكم يعني مبدئيا نقول في حكم الفلوس، وبالتالي الخزنه اصل زاد، يبقى هو الطرف المدين من حساب الخزينه 8000 جنيه الى حساب المدينين محلات مجدي اللي هو اعطانا هذا الشيك 8000 جنيه. تحصيل من محلات مجدي بشيك اودع الخزينه. يوم 12/1 ارسل المحل شيك محلات مجدي للبنك عشان يتحصل. ارسلنا الشيك للبنك للتحصيل، بس لسه ما جانيش اشعار من البنك يقول لي ان هذا الشيك تم تحصيله، لان انا هبعت له يوم 12/1 الشيك يتحصل، على ما الشيك ياخد دورة تحصيله ودورة الإجراءات الخاصة بتحصيله، ممكن يتحصل مثلا بعد 3-4 أيام. البنك يبعت لي بعد كده إشعار يقول لي إن أنا حصلت لك الشيك وحطيت حساب فلوسه في رصيدك في البنك. الكلام ده مثلا ممكن يجيني الإشعار يوم 20/20. يبقى أنا مفروض إن أنا أقول التحصيل فعليا تم يوم 20، يوم ما جاني الإشعار. انما يوم 12 احنا كل اللي عملناه ان احنا ارسلنا الشيك للبنك للتحصيل. محمود سامعني يا حوده؟ الصوت موجود وواضح مصطفى. طيب محمود الصوت عندك يا حوده، اخباره ايه؟ تمام تمام يا حوده. يبقى هنا ارسلنا الشيك للبنك للتحصيل، فانا كل اللي انا عايز اثبته في دفاتري ان احنا بعتنا شيك يتحصل. يبقى المفروض ان احنا اخدنا شيك من الخزنه، اديناه للمندوب عندنا، اخده ووداه البنك، وعلى صوره لهذا الشيك موظف البنك مضى استلمت الاصل. المندوب جاب الصوره اللي مكتوب عليها من موظف البنك ان هو استلم الاصل، جابها للمنشاه، يبقى كده المنشاه بتقول ان احنا سلمنا الشيك او ارسلنا الشيك للبنك. في الحاله دي المفروض ان حساب الخزنه اللي كان مدين بقيمه الشيك، الشيك طلع من الخزنه والخزنه نقصت، يبقى اصل نقص يجي داين الى حساب الخزينه ب 8000 جنيه. بس هي مش نقصت بفلوس، هي نقصت بقيمه الشيك اللي خرج من الخزنه عشان يروح البنك. ما اقدرش هنا اقول من حساب البنك، لان لسه الفلوس ما اتحصلتش واتحطت في حسابنا في البنك. فهقول من حساب شيكات تحت التحصيل، يعني شيك لسه في مرحلة التحصيل تحت التحصيل. من حساب شيكات تحت التحصيل 8000 جنيه إلى حساب الخزينة 8000 جنيه. جست 35 الصوت عندك واضح؟ طب باقي الناس الصوت عندها واضح؟ باقي الناس أخبار الصوت عندكم إيه؟ واضح عند الكل؟ طيب رجاء بس ممكن جست 35 تعمل ريفريش كده وتشوف اخبار الدنيا عندك ايه، لان احنا حلينا مشكله الصوت عندي يعني حل الحمد لله ان شاء الله، يعني ما ترجع لناش مشاكل الصوت تاني. فاللي هيبقى عنده مشكله رجاء يعمل ريفريش كده او يطفي ويشغل تاني ان شاء الله تتحل المشكله عنده. يبقى
اول ما حصلنا الشيك وحطيناه في الخزنه قلنا من حساب الخزينه الى حساب الطرف اللي هو ادالنا الشيك ده اللي هو المدينين محلات حمد مجدي، ولما ارسلنا الشيك للبنك اللي يتحصل قلنا من حساب شيكات تحت التحصيل الى حساب الخزينه، باعتبار ان الخزنه لازم حسابها يتقفل، هي كانت مدينه تيجي داينه عشان اقول ان الشيك خرج من الخزنه. طيب لما يجي اشعار من البنك بالتحصيل يبقى الشيك تحت التحصيل ده خلاص لازم حسابه يتقفل لانه ما اصبحش تحت التحصيل، اصبحت الفلوس في البنك. في هذه الحاله هيبقى القيد بهذا الشكل، جاء اشعار من البنك يفيد تحصيل شيك محلات مجدي واضافه الصافي لحساب المحل بالبنك، مش لحساب صاحب المحل الشخصيه المعنويه، لا بحساب بايه؟ لحساب المحل بالبنك بعد خصم عموله 20 جنيه عموله تحصيل. ما هو البنك مش هيقدم لي كده خدمه تحصيل مجانا، لازم ياخد عمولته او اتعابه عن التحصيل. فالبنك ال 8000 جنيه هيخصم منهم 20 جنيه عموله ويسد ويحط لي في حسابي، في حساب المشروع يعني، 7980 جنيه باقي ال 8000 جنيه. في هذه الحاله هجيب شيكات تحت التحصيل اللي كانت مدينه في القيد اللي قبل منه، هجيب شيكات تحت التحصيل داينه بال 8000 جنيه. ماشي يا مصطفى هقولها. مصطفى بيقول ان ممكن البنك يكتب القيمه كامله ب 8000 وبعدين يعمل قيد تاني بخصم العموله. اه ممكن، وهقولها لك دلوقتي نعملها ازاي، بس طبعا هنا اسهل في قيد واحد ونخلص، بدل ما اعمل قيدين اعمل قيد واحد، بس ممكن نعملها في قيدين. في الحاله دي هقول من مذكورين عموله تحصيل 20 وحساب البنك كاصل زاد بقيمه فعليه 7980 جنيه الى حساب شيكات تحت التحصيل ب 8000 جنيه. ده لو هنعملها في قيد واحد. لو هعملها على قيدين زي ما مصطفى عايز، هقول من حساب البنك 8000 جنيه الى حساب شيكات تحت التحصيل 8000 جنيه. من حساب البنك ب 8000 الى حساب شيكات تحت التحصيل ب 8000. وبعدين اعمل قيد تاني اقول ان البنك خصم من حسابنا الجاري عنده 20 جنيه عمولة تحصيل. من حساب عمولة تحصيل 20 جنيه الى حساب البنك بال 20 جنيه دول. لان هنا البنك خصم من حسابنا فحسابنا عنده ناقص بال 20 جنيه. يبقى لو انا هعملها في قيد واحد هقول من حساب من مذكورين عمولة تحصيل 20 وحساب الجاري بالبنك 7980 الى حساب شيكات تحت التحصيل ب 8000 جنيه. ولو هعملها في قيدين هقول من حساب نقديه بالبنك 8000 جنيه الى حساب شيكات تحت التحصيل 8000، وبعدين اعمل قيد اقول فيه ان البنك خصم 20 جنيه عمولة تحصيل، فاقول من حساب عمولة تحصيل 20 الى حساب البنك بال 20 جنيه. واضحه يا مصطفى؟ واضحه عند باقي الناس؟ لو عملناها في قيد واحد هنعملها ازاي؟ ولو عملناها على قيدين هنعملها ازاي؟ اذا كان واضح بنقول واحد، اذا كان غير واضح بنقول اثنين. تمام. ده محمود سامي ومصطفى. طب وباقي الناس؟ فين جمال؟ جست خمسه اوكي. جمال اخبارك ايه يا جمال؟ وهدير ومجدي، استاذ مجدي الدعم الفني معانا، وبلو سكاي ده الاسم الحركي. يعني اخبار الدنيا عندكم ايه؟ متابعين معانا ولا تهنا؟ تمام. اعتقد بهذا الجزء يبقى احنا غطينا جزئيا موضوع قيود اليوميه وازاي نسجل المعاملات الماليه في دفاتر المشروع، وركزنا على موضوع الخصم التجاري والخصم النقدي وازاي نسجلهم في دفاترنا، وان الخصم التجاري لا يظهر في الدفاتر، هيظهر في الفاتوره فقط، والخصم النقدي مش هيظهر في الفاتوره ولكنه هيظهر في دفاترنا اذا تم
السداد خلال مدة القصم، وهيهدر ولا يظهر في الدفاتر نهائيا اذا السداد تم بعد مدة القصم النقدي ما تعدي، لان دي تعتبر حالة خاصة فلازم ايه كنا نتكلم فيها. واتكلمنا كمان على موضوع ان انا بحصل مبالغ بشيك، اذا الشيك اودع الخزنة مباشرة، اودع الخزنة وبعدين خدناه من الخزنة بعتناه للبنك يتحصل، وبعدين جالنا اشعار من البنك بالتحصيل، فبيتعمل على 3 مراحل: استلام شيك وايداع الخزنة، سحب الشيك من الخزنة وارساله للبنك للتحصيل، ورود اشعار من البنك بتحصيل الشيك ومع خصم البنك لعمولته، ولو هنعملها بقيد واحد او قيدين زي ما شفنا. انما لو الشيك اتحصل مباشرة يبقى هتتعمل العملية بقيد واحد. نبدأ ننقل لجزئية تانية في الكورس بتاعنا، ويتتعلق بتبويب المعاملات المالية. تبويب المعاملات المالية، المحاسبة المالية هي احد فروع المحاسبة. في هنا محمود بيسأل امتى تكون المشتريات دينة. المشتريات يا محمود تكون دينة في حالتين. ركزوا معنا في الحتة دي قبل ما نخش على التبويب، عشان دي متعلقة بالتسجيل القيود اليومية. فمحمود بيسأل امتى تكون المشتريات دينة. في حالتين تظهر فيهم المشتريات دينة. الحالة الاولى هي مسحوبات بضاعة من صاحب المشروع لاستخدامه الشخصي هو او اسرته، مقومة بالتكلفة، بتمن شرائها يعني. بمعنى واحد عنده معرض لتجارة السيارات بيمتلكه، ده المشروع بتاعه، اشترى سيارات 100 سيارة بمبلغ ايا كان، هنفترض 10 مليون جنيه مثلا، فسجل قيد يوميا من حساب المشتريات الى حساب النقدية بالخزينة او النقدية بالبنك او الدائنين، حسب اشترى نقدا ولا بالاجل ولا بشيك. فالمشتريات ظهر مدينة، وبعدين حب يدي لزوجته او لبنته او لابنه سيارة من هذه السيارات. طبعا مش هياخد منه فلوس، هياخد سيارة، ما هو في النهاية ده ماله. خد عربية وراح رخصها باسم مراته او باسم بنته او ابنه، او اداها لاي حد، بس هو مسجلهاش في دفاترنا، مسجلهاش في دفاتر المشروع. دي تعتبر مسحوبات كده من صاحب المشروع، بس هذه المسحوبات ما تمتش في صورة نقدية، دي تمت في صورة بضاعة حسب قيمة العربية. 10 مليون جنيه على 100 سيارة، يبقى السيارة الواحدة بكام؟ مين شاطر في الحسابات؟ 100 ألف، صح ولا مش صح يا شباب؟ 10 مليون جنيه على 100 سيارة اللي اشتراهم، يبقى السيارة الواحدة ب100 ألف جنيه، يبقى هو سحب سيارة ب100 ألف كده، يعني كأنه سحب من رأس ماله 100 ألف. في هذه الحالة هنقول قيد يومية من حساب المسحوبات 100 ألف إلى حساب المشتريات 100 ألف، يعني كأننا بنخفض، يعني كأني بقول إن ال100 سيارة اللي اشتراهم للمشروع هم في الحقيقة 99 سيارة للمشروع وسيارة لصاحب المشروع. فبما إن أنا سجلت 900 سيارة بالكامل في الأول، فأنا عايز أنقص منهم سيارة وأقول دي راحت لصاحب المشروع، فسجل الغلط، فاحنا عايزين نخفضها من المشتريات. فالمشتريات اللي كانت مدينة تيجي دينة، يبقى من حساب المسحوبات إلى حساب المشتريات. وبالتالي المشتريات كانت مدينة في القيد يوم الشراء ب10 مليون جنيه، وفي هذا القيد جت دينة ب100 ألف، يبقى كأن المشتريات أصبحت مدينة بنتيجة صافية من القيدين
9 مليون و900 الف تمن ال 99 سياره اللي فاضلين في المشروع. دي الحاله الاولى. طيب ولو هذه المسحوبات اتقدرت بسعر البيع، يعني السياره اللي تمن شراها 100 الف، المعرض بيبيعها ب 110 الف جنيه، وقررنا ان احنا نسجل المسحوبات على صاحب المشروع بتمن بيعها، في هذه الحالة هنقول من حساب المسحوبات الى حساب المبيعات. برافو يا مصطفى، بـ110 بقى هنا مش بـ100. بس الاصل ان صاحب ان المشروع لا يربح من صاحبه، في الاصل ان المشروع لا يحقق ارباح من صاحبه، يحقق الارباح من التعامل مع الغير، لان لو حقق ارباح من صاحبه ففي النهايه دي ارباح غير حقيقيه، لان دي في النهايه ده مال صاحب المشروع ما زادش بحاجه، هو يزيد لما ياخد فلوس من حد خارجي يبيع له سياره ب110 وهو مشتريها ب100، يبقى هو كسب كده 10 لكن ما يكسبش من نفسه. فالاصل لما نيجي نسجل مسحوبات يا محاسبين رجاء ننتبه الى تسجيلها بتكلفتها الحقيقيه، يعني ثمن شرائها اللي احنا شريناه بيه زائد لو في مصروفات اخرى اتصرفت عليها، وتسجل المسحوبات من حساب المسحوبات الى حساب المشتريات. دي الحاله الاولى اللي تظهر فيها المشتريات دائما. الحالة الثانية هي حالة تصحيح الأخطاء، وإحنا اتكلمنا عليها من شوية. إذا أنا سجلت قيد شراء وكان في خطأ وعايز أصحح هذا الخطأ، فالمفروض إن قيد الشراء من حساب المشتريات إلى حساب نقدية بالخزينة أو نقدية بالبنك أو الدائنين، واكتشفت إن في خطأ في هذا القيد، إما إن أنا بستخدم حاجة اسمها الطريقة المطولة ألغي هذا القيد بقيد عكسي، يعني الدائن مدين والمدين دائن، من حساب الأداة الخزينة أو البنك أو الدائنين إلى حساب المشتريات، لغيت القيد وبعدين أروح أسجل القيد بقيمته السليمة، يبقى هنا تيجي المشتريات إيه؟ دائنة. ليه؟ لأن أنا بلغي مشتريات. أو إن أنا ممكن بطريقة مختصرة على طول أشوف الخطأ فين وأروح إيه أصححه. يعني على سبيل المثال اشترينا بضاعة بمبلغ 10 مليون جنيه وسجلنا قيد يومية من حساب المشتريات إلى حساب الدائنين، اشتريناها بالأجل، بس بدل ما سجلها 10 مليون جنيه اتحط صفر زيادة بقيت 100 مليون جنيه، أصفار كتيرة 11 صفر ما خدتش بالي، حطيتهم ست إيه بدل 7 أصفار عملتهم 8 أصفار، 10 مليون فيها كم صفر؟ 7 أصفار، بدل ما احط 7 أصفار قدام الواحد عملت 8 أصفار، فال 10 مليون بقت 100 مليون، يعني في 90 مليون زي ما مصطفى بيقول كده، في 90 مليون جنيه زيادة في القيد ده، المفروض اسجله 10 مليون، رحت سجلته 100 مليون، في 90 مليون جنيه زيادة في القيد ده، عايز اخفض القيد ارجعه لوضعه الطبيعي، يبقى اعمل قيد على طول عكس القيد الاولاني، بدل ما اقول من المشتريات الى الدائنين هقول من الدائنين الى المشتريات بالـ90 مليون جنيه دول، وبالتالي يبقى في القيد الاول المشتريات مدينه ب100 مليون وفي القيد الثاني المشتريات داينه ب90 مليون، يبقى النتيجه النهائيه انها اصبحت مدينه ب10 مليون جنيه. اصحح هذا الخطأ. دي الحالة التانية اللي ممكن تظهر فيها المشتريات دينا. ده اعتقد الحالتين اللي ممكن تظهر فيهم المشتريات، اما في تصحيح اخطاء او في حالة المسحوبات، وما اعتقدش ان ممكن تظهر المشتريات دينا في حالات اخرى. ارجو ان انا اكون جاوبت على السؤال اللي سأله الاستاذ محمود سامي، ويكون باقي الاخوة الحاضرين يعني استفادوا من التعليق على هذا السؤال. نخش بقى في تبويب المعاملات الماليه. المحاسبه الماليه تهتم بتسجيل المعاملات الماليه، يبقى التسجيل تم في دفتر اليوميه، وشفنا التسجيل بيتم ازاي. طيب تبويب المعاملات الماليه بقى دلوقتي، احنا لو عندنا
قيود يومية خاصة بأحد المشروعات، وفي هذه القيود هناخد حساب واحد نوضح عليه الفكرة. ظهر لنا حساب النقدية مدين في قيد منهم بألف جنيه، بعنا مثلا بضاعة نقدا، فقلنا من حساب النقدية إلى حساب المبيعات، وداين في قيد تاني بستمية جنيه على سبيل المثال، سددنا إيجار المحل 600 جنيه نقدا، فقلنا من حساب مصروف الإيجار إلى حساب النقدية 600 جنيه. طيب أنا عايز أعرف بقى النقدية كحساب من حسابات الشركة هو في النهاية مدين ولا داين؟ طبعا هنا العملية بسيطة، مدين بألف وداين بستمية، يبقى النتيجة النهائية إن هو مدين بربعمية الفرق. عارفين فكرة السالب والموجب؟ لو في عنده رقمين واحد سالب وواحد موجب وعايز اجمعهم على بعض، باخد الفرق وادي له إشارة الاكبر. هنا نفس الكلام، هنعتبر ان المدين ده طرف سالب او موجب مثلا، والداين اشارة عكسية، عندي مبلغ مدين ومبلغ داين عايز اجمعهم، يبقى المفروض هاخد الفرق بينهم وادي له اشارة الاكبر. الاكبر مدين يبقى ده مدين، الفرق 400، والاكبر المدين ولا الدين، الاكبر المدين يبقى ال 400 دي رصيد مدين. يعني اصبح حساب النقدية في النهاية مدين بكام؟ ب 400. العملية دي بسيطة لان يعني ما عنديش غير قيدين اتنين. طيب لو حساب النقدية خلال السنة المالية ظهر في القيود 50,000 مرة، شركة كبيرة، مشروع كبير شوية، حساب النقدية ظهر في قيودنا 50,000 مرة، خلال 50,000 مرة في منهم مرات كتير جدا ظهر الحساب مدين ومرات داين، يعني في 50,000 مرة مثلا ظهر في 30,000 مرة مدين وفي 20,000 مرة داين، وفي كل مرة مدين هو مدين بمبلغ مختلف عن المبالغ في المرات الأخرى، يعني ظهر 30,000 مرة مدين بقيم مختلفة، وظهر داين في 20,000 مرة بقيم مختلفة. ما هو لو القيمة واحدة في الكل هقول 30,000 مرة في المبلغ اللي هو مدين بيه هيديني المبلغ الإجمالي المدين، ونفس الكلام في الداين واخد الفرق وخلصت، لكن المبالغ مختلفة، 30,000 مرة مدين بقيم مختلفة و 20,000 مرة داين بقيم مختلفة، وعايز أعرف في النهاية حساب النقدية مدين ولا داين. طبعا هنا واضح ان العملية صعبة جدا، مش معقول امسك آلة حاسبة واجمع ال 30,000 مرة اللي مدين اجمعهم يبقى مدين بكام، وال 20,000 مرة اللي داين بكام، وبعدين اخد الفرق واقول ده مدين ولا داين حسب الاكبر. عملية يعني مش هنقول مستحيلة، بس عملية مرهقة جدا، صعبة جدا، فكان لازم يبقى في وسيلة في المحاسبة تحل لنا المشكلة دي. فظهرت فكرة تبويب المعاملات المالية. بنقول ايه بقى؟ اذا كنا احنا في دفتر اليومية بنسجل كل المعاملات وبيظهر في دفتر اليومية جميع الحسابات اللي ظهرت في المشروع، فاحنا هنروح لدفتر تاني اسمه دفتر الاستاذ، وهنبدأ نخصص فيه لكل حساب صفحة او مجموعة صفحات حسب حجم الحساب. يعني مثلا هروح في الصفحة رقم واحد في دفتر الاستاذ واقول ده هنخصصه للنقدية، بحيث ان كل ما النقدية تظهر مدينة في القيود اليومية اوتوماتيك على طول في نفس اليوم اروح اكتب في صفحة في دفتر الاستاذ في صفحة النقدية ان النقدية ظهرت مدينة بكذا، ويظهر مرة تانية حساب النقدية برضو مدين مثلا في نفس اليوم على طول سجلت في دفتر اليومية، واروح لدفتر الاستاذ واقول حساب النقدية برضو مدين في اليوم ده بكذا، اكتب المبلغ، وبعدين في قيد تالت ظهر حساب النقدية داين، اروح على طول في نفس اليوم اللي سجلت قيد اليومية اروح لدفتر الاستاذ واقول حساب النقدية ظهر اليوم ده داين بمبلغ قد كده. وبكده على مدار السنة ال 50,000 عملية اترحلوا للصفحة الخاصة بالحساب ده، المبالغ المدينة كلها متجمعة مع بعضها محطوطة ورا بعضها يعني، والمبالغ الداينة محطوطة ورا بعضها،
كده اخر السنه يبقى عمليه التجميع تبقى ايه؟ طبعا ممكن هنا الصفحه ما تكفيش فافتح صفحه ثانيه وثالثه ورابعه، المهم بقت المبالغ كلها اللي تخص حساب النقديه متجمعه في صفحه واحده او في عده صفحات متتاليه، ثلاث اربع ورقات ورا بعض دول يخصوا النقديه موجودين في صفحه في حساب الاستاذ. انما لو انا حبيت اجمع المبالغ من دفتر اليوميه، ممكن يكون دفتر اليوميه في شركه مثلا، دفتر لو دفتر ورق مش على كمبيوتر، ممكن الاقي مثلا عدد صفحات مش دفتر بقى ده اوضه مليانه دفاتر يوميه فيها 50,000 عمليه للنقديه و 200,000 عمليه للبضاعه مشتريات ومبيعات وعمليات مصروفات مثلا 30,000 عمليه. حجم المعاملات الماليه في المشروع على مدار السنه مثلا 2 مليون عمليه متسجلين في دفتر يوميه بقى او في دفاتر يوميه، عددها قد ايه وعدد صفحاتها قد ايه عشان اجمع منها حساب النقديه. ها ايه الاخبار ساعتها بقى؟ لو حبيت اجمع بآله يبقى ده تهريج، مش هنقول عليه اكتر من كده. ولو افترضنا حتى ان انا هقول هستحمل التعب، طب والاخطاء بقى؟ مش معقول انت الاله تفضل محتفظه لك ما يجيش رقم غلط ولا حاجه وضيعت الدنيا كلها اللي انت عملتها. انما لما انا كل ما اسجل في دفتر اليوميه مبلغ في قيد يوميه واوتوماتيك على طول اروح لحساب الاستاذ واقول الحساب الفلاني مدين او دين بمبلغ قد كده، يبقى انا في النهايه عندي دفتر واحد لم كل المعاملات اللي موجوده في الاوضه اللي مليانه دفاتر يوميه، بحيث ان العمليات اللي تخص النقديه متجمعه في صفحه او في مجموعه صفحات ورا بعضها، والعمليات اللي تخص مصروف المرتبات مثلا على مدار 12 شهر دفعنا 12 مره مرتبات متجمعين مع بعضهم، والعمليات اللي تخص المشتريات عمليات شراء تمت على 20,000 عملية شراء تمت على مدار السنة متجمعين مع بعض، وعمليات المبيعات كلها متجمعة مع بعض، وعمليات الإيداع في البنك مع بعض، وعمليات السداد من البنك متجمعة مع بعض، وهكذا. يبقى كده عملنا تبويب للمعاملات المالية، تبويب يعني كل حاجة زي بعضها تتجمع مع بعض. وده يتم في دفتر الأستاذ. وإذا كان دفتر اليومية دفتر مستند لا يجوز الشطب او الكشط فيه، ولا يجوز ان اقطع ورقه منه او الزق فيه ورقه من بره، فالخاصيه دي مش موجوده في دفتر الاستاذ. يعني ممكن دفتر الاستاذ يتقطع منه ورقه ما فيش مشكله، لان انا مرجعي في النهايه قيوده اليوميه اللي هي اصلا اتعملت بناء على مستندات. يعني في النهايه المرجع النهائي هو المستندات اللي انا بسجل من خلالها. وإذا كنت أنا ضامن إن دفتر اليومية ما يحصلش شطب أو كشط فيه أو قطع أي ورقة عشان ما يضيعش أو ما يتهدرش الدفتر ويلغى، يبقى أنا في النهاية هرجع لدفتر اليومية. فلو حتى في خطأ تم في دفتر الأستاذ، بدل ما أسجل مبلغ 10 مليون سجلتها 100 مليون، لا يجوز في دفتر الأستاذ إن أنا أشطب على ال 10 مليون على ال 100 مليون واكتب فوقها 100 مليون. بس دي ليه قواعد. الكلام ده ليه قواعد. اولا ان التعديل يتم بلون حبر مختلف عن الحبر الاصلي المكتوب بيه. اذا كان الكلام اللي موجود فيه او البيانات اللي موجوده في دفتر الاستاذ مكتوبه بلون ازرق، يبقى الشطب عليه يتم بلون احمر. يفضل اللون الاحمر ما يستخدمش في الدفاتر سواء يوميه او استاذ الا للتعديلات فقط، عشان يبقى باين ان اي حاجه بلون احمر ده تصحيح خطا، في خطا واصححه. تقول لي يعني احنا نفضح نفسنا ونكتب الاخطاء؟ اقول لك اه لا، ده بالعكس، ده دي قوه مش ضعف. ان انا لما يكون عندي خطا واقول ان انا اخطات هنا وانا صححت الخطا، ده يدي للي هيمسكوا حساباتي او هيمسكوا دفاتري مصداقية ان انا شغال صح. مش بتكسف ان انا اقول ان انا عندي خطأ، ما بأحرجش ان انا اقول عندي خطأ، لكن لا، ده فخر ليا ان انا كان في خطأ وان انا اكتشفته وعرفت ان في خطأ وصححته، مش مستني حد يدور لي على خطأ ويطلعه لي. فيا محاسبين
لما يكون عندك خطأ في دفاترك وتصلح هذا الخطأ فده قوة مش ضعف ليك، يبقى صحح بلون احمر وانت مطمن وانت ايه واثق، انا كان في خطأ وعرفته وصححته، يعني معناها ان انا ايه، ان انا فاهم وعارف ان في خطأ وازاي اصححه كمان، يبقى التصحيح تم بلون احمر. تاني حاجة، مش اي حد يصحح قسم الحسابات، في ناس كتير جدا وكل واحد ليه ايه درجة مالية هو عليها، في محاسب وفي مراجع وفي رئيس حسابات، في ادميات في الشغل، ما يجيش محاسب جديد لسه، مع طبعا مع احترامي لكل المحاسبين الجداد، بس يفترض ان خبرته لسه ايه مش زي مراجع حسابات، لا ده تصحيح الاخطاء لازم يتم من مسؤول شخص معين يبقى هو اللي يصحح الاخطاء، حتى لو اللي اكتشف الخطأ حد تاني، فيروح لرئيس الحسابات ويقول له ان في خطأ في القيد الفلاني عايزين نصححه، يبقى اللي يصحح الخطأ هنا هو رئيس الحسابات، هو المسؤول عن التصحيح، يبقى هو اللي هيجي على دفتر اليومية او دفتر الاستاذ ويروح يعمل فيه التصحيح، يعني هو اللي هيشطب في دفتر الاستاذ على 100 مليون جنيه، هو اللي هيشطب عليها بلون احمر ويكتف منها 10 مليون جنيه وبعدين يوقع جنب التصحيح. لازم يبقى في توقيع رئيس الحسابات اللي هو تم التصحيح من قبله. يبقى كده دفتر الاستاذ يجوز الشطب ويجوز التعديل فيه، لان ده مش مرجع قانوني، ده مرجعنا القانوني هو دفتر اليوميه، يجوز الشطب والتعديل فيه بالقواعد اللي احنا قلناها، ان رئيس الحسابات هو اللي يعمل العملية دي، انه لازم يمضي جنب التعديل اللي هو عمله، ان هو لازم لما يعدل يعدل بلون مختلف عن اللون الاصلي، يعني ممكن مثلا مكتوب الدفتر اليومي كله بلون ازرق ممكن يكتب بلون اخضر مفيش مشكلة، لا بس الافضل ان يكتب بلون احمر ونخلي اللون الاحمر ده مخصوص للتعديلات، ما نكتبش قيود يومية او اي تسجيلات في دفاترنا باللون الاحمر، ونخلي اللون القلم الاحمر قلم رئيس الحسابات هو اللي يشتغل بيه ويصحح بيه الاخطاء، وتبقى الالوان الحمراء كلها تصحيح اخطاء، والمحاسبين الجداد لما يجوا يبصوا يشوفوا بقى اللون الاحمر ويتعلموا ازاي يصححوا اخطاء وياخدوا خبرة وتزيد خبرتهم، ويبقوا في يوم من الايام رؤساء حسابات اقوياء متمكنين وعارفين الدنيا ماشية ازاي، ويبقى في اختصاصات عمل في في قسم الحسابات، مش اي واحد يعمل اي حاجه، لا كل واحد بيعمل حاجه معينه وهو مسؤول عنها، عشان يبقى في محاسبه مسؤوليه بعد كده، ونقدر نقول ان الحاجه دي كانت مسؤوليه فلان اتعملت ليه صح او اتعملت صح يبقى ده برافو عليه، اتعملت خطا لا خلي بالك وركز، والحته دي لو انت مش عارفها نقول لك عليها، طب لا انت لما انت مش عارفها طب ما تسال، مفيش مشكله انك تسال لو انت مش عارف، بس نعمل الشغل صح، ولو انت سهو منك يبقى ركز شويه معلش معانا وهكذا. يبقى تبويب المعاملات الماليه، ان انا هجمع كل معاملات ماليه تخص حساب معين في صفحه هذا الحساب في دفتر الاستاذ، هنجمع العمليات اللي تخص الناديه في صفحه الناديه، ونجمع العمليات اللي تخص حساب المشتريات في صفحة المشتريات في حساب الأستاذ وهكذا. طيب حسابات الأستاذ بقى، إذا كان دفتر يومي إحنا شفنا شكله، معذرة الشباب، إذا كان دفتر يومي احنا شفنا شكله هو عبارة عن دفتر متسطر جواه جدول من خانة مدين وداين او من نوله للمبالغ، وخانة بيان نكتب فيها اسماء الحسابات، وبعدين مجموعة خانات التاريخ اكتب فيه تاريخ العملية ورقم صفحة الاستاذ عشان اقول كل حساب قصاد منه بقى هو موجود فين في صفحة الاستاذ، يعني حساب النقدية لو هو موجود في صفحة الأستاذ في الصفحة رقم واحد
يبقى كل في قيود اليومية كل ما يظهر حساب نقدية اكتب قدام منه في صفحة الأستاذ، خانة صفحة الأستاذ اكتب قدامها واحد. يعني ايه؟ يعني روح لصفحة واحد في دفتر الأستاذ هتلاقي حساب النقدية واديله المبلغ مدير او داين عشان نبوبه. ولو افترضنا ان في الصفحة رقم 10 موجود حساب المشتريات، يبقى ما يخص حساب المشتريات، يبقى كل ما تظهر المشتريات في القيود اكتب قدامها في خانة صفحة الأستاذ 10. يعني روح لحساب الأستاذ في صفحة لدفتر الأستاذ في الصفحة رقم 10 وبوب حساب النقدية، رحل المبلغ ليه، وهكذا. فحساب الأستاذ بياخد أو دفتر الأستاذ بيبقى مسطر جواه برضو جدول بياخد شكل الحرف اللاتيني حرف التي. لو جينا حرف التي في الانجليزي بيبقى عامل ازاي؟ شرطه فوق وفي النص مقسومه، قسمت الشرطه دي نصين قد بعض، نص يمين ونص شمال. فحساب الاستاذ هياخد الشكل ده، فبنقول انه ايه؟ بياخد شكل حرف تي. هو في عده اشكال طبعا من حسابات الاستاذ، بس اشهرهم هو شهر حرف التي ده، لانه اسهل في الشغل. الطرف اليمين او النص اليمين اللي بعد الشرطه اللي عند الشرطه الراسيه دي، النص اليمين ده هنرحل له الجميع المبالغ اللي ظهر بيها الحساب في قيود اليوميه مدين. يعني لو افترضنا ان احنا رحنا لصفحه النقدية ولقيناها واخدة حرف شكل حرف تي، كل النقدية ما تظهر في القيود مدينة اروح احطها في الجنب اليمين، احط المبلغ بتاعها في الجنب اليمين اللي هو الجانب المدين، وكل ما النقدية تظهر في الطرف الداين في القيود اروح احطها في الجنب الشمال من حساب النقدية في حساب في دفتر الأستاذ. يبقى جميع حسابات الأستاذ اللي ظاهرة في دفتر الأستاذ الجنب اليمين منها بيبقى مخصص للمبالغ المدينة لهذه الحسابات اللي ظهرت بيها في قيود اليومية مدينة، والجنب الشمال بيخصص للمبالغ الداينة، بحيث ان انا في النهاية اقول جمع اللي في الجنب اليمين يبقى مجموع المدين كام، جمع اللي في الجنب الشمال يبقى مجموع الدين كام، خد الفرق بينهم، إذا طلع الفرق الجانب المدين أكتر يبقى الفرق مدين، وإذا طلع الجنب الشمال أكتر يبقى الفرق داين. خلصت الدنيا كده، يبقى مش محتاج أروح بالآلة ومن الأوضة اللي مليانة دفاتر يومية أجمع، لا الدنيا متجمعة كلها عندي في صفحة، والصفحة متقسمة نصين، النص اليمين للمبالغ المدينة والنص الشمال للمبالغ الداينة. تعالوا نشوف مثال على الكلام اللي احنا بنقوله ده. بيقول لي هب انه مطلوب ترحيل قيد اليومية التالي الى دفتر الاستاذ، 1000 جنيه من حساب النقدية، 1000 جنيه الى حساب رأس المال. صاحب المشروع اودع رأس مال خصص من ماله الخاص 100,000 جنيه للمشروع بتاعه، يعني مبلغ صغير عشان ايه؟ توضيح مش اكتر. يعني 1000 جنيه من حساب النقدية، 1000 جنيه الى حساب رأس المال. ازاي نرحل دي لدفتر؟ دي موجودة قيد في دفتر اليومية، وعايزين نرحل ونبوب هذا القيد في دفتر الاستاذ. كده لازم اروح لدفتر الاستاذ صفحتين، افتح صفحة للنقدية وادي لها 1000 جنيه المدينة دي، وافتح صفحه لراس المال واودي لها ال 1000 جنيه الداينه. محتاج لغايه دلوقتي لو افترضنا ان ده اول قيد في المشروع، محتاج في دفتر اليوميه في دفتر الاستاذ صفحتين. هفترض صفحه رقم 1 مثلا للنقديه وصفحه مثلا رقم 2 لراس المال، يبقى عايز اروح لحساب النقديه في الطرف اليمين، الطرف اليمين الطرف المدين، واقول النقديه مدينه ب 1000،
واروح لحساب رأس المال صفحة رقم 2 واجي في الطرف الشمال الطرف الداين واقول ان رأس المال داين ب1000، يبقى في حساب النقدية هيظهر مدين ب1000 وحساب رأس المال هيظهر داين ب1000. تظهر العملية دي ازاي؟ في دفتر الاستاذ. اولا تعالوا نرحل الى حساب النقدية. ازاي هنكتب المبلغ في حساب النقدية اللي هي صفحة رقم كام؟ نمنا يا ايوه بروسكاي ومصطفى والباقي نايم. الله اكبر. اربعة كده باقي صفحة رقم 66. جست 21. احنا بنقول ايه؟ ان النقدية في الصفحة رقم 1 صفحة 66 ازاي؟ طيب حساب النقدية احنا افترضنا ان الصفحة رقم 1 يبقى انا مفروض هروح للصفحة رقم 1 اللي احنا خصصنا في دفتر الاستاذ طبعا اللي احنا مخصصينها لحساب النقديه، وهبدا ارحلها القيد اللي احنا قلناه. احنا القيد قلنا من حساب النقديه الى حساب راس المال 1000 جنيه. فاحنا عايزين نرحل المبلغ لحساب النقديه. قال لي يبقى ايه؟ هروح لحساب النقديه اخليه مدين. حساب النقديه في القيد كان مدين. هيتم الترحيل للحساب في الجانب المدين اللي هو الجانب منه. ما دام حساب النقدية كان مدين، ادام حساب النقدية كان في القيد مدين، يبقى انا هروح للجانب المدين اللي هو الجانب اليمين. القيمة اللي هكتبها قد ايه؟ حساب النقدية في القيد كان مدين ب1000، يبقى انا هكتب 1000 جنيه. طيب هكتب جنبها ايه؟ مش معقول اكتب 1000 واسكت كده. طب ال1000 دي بعد كده اقول طب ال1000 ايه اللي كتبتها انا هنا ليه؟ لازم اكتب جنبها بيان، معلومه توضح لي ال1000 دي جت منين. هكتب الطرف العكسي في القيد. عايز اقول ان حساب النقديه هنا كان مدين ب1000 جنيه، واللي كان داينه مين؟ الطرف العكسي، حساب راس المال، وكان موجود في القيد الى حساب رأس المال. يبقى اكتب الى رأس المال، وبالتالي تظهر العملية بهذا الشكل. حساب النقدية، حساب حرف تي. انا افترض ان الخط اللي في النص ده، الخط ده هو الخط الرأسي في حرف التي بتاعنا، اللي قسم حساب النقدية الى يمين وشمال، يمين مدين وشمال داين. يبقى هاجي في الطرف اللي مدين اللي هو الطرف ده الجنب ده، وكتبنا 1000 جنيه. بنفتح بنعمل عمود للمبالغ ونكتب فيه 1000 جنيه، ونيجي خانه جنب منه بنقول عليها البيان او اسم الحساب. اكتب اسم الطرف الداين. انا مش محتاج هنا اقول الطرف المدين. ليه؟ لان انا مجرد ما جيت في حساب النقديه في الطرف المدين وكتبت 1000، يبقى انا عرفت الطرف المدين ولا النقديه. معذرة شوية. فما دام انا جيت في الطرف اليمين وكتبت ان النقدية كتبت فيها 1000، يبقى انا بقول ان النقدية مدينة. فانا مش محتاج هنا اقول النقدية. فانا عايز اقول طب مين اللي داين؟ عشان يبقى واضح في دفتر الاستاذ مين المدين والداين. ما دام ان حساب النقديه هو الحساب الرئيسي بتاعنا اللي انا كاتب عنوانه فوق الحساب، يبقى وجيت في الطرف المدين كتبت ال1000، يبقى بقول ان النقديه مدينه ب1000. ولما كتبت جنبها الى حساب راس المال بقول يبقى الداين راس المال. يعني اذا ممكن انا اراقيد اليوميه من هنا. قيد اليوميه اللي كان موجود عندنا في الصفحه اللي فاتت من حساب النقديه الى حساب راس المال
موجود عندي تاني في حساب الاستاذ اهو، نقراه من هنا من حساب النقدية، لان النقدية ظهر المبلغ عندها مدين، يبقى هي اللي مدينة من حساب النقدية الى حساب رأس المال. فالحركة او قراية الحسابات في دفتر الاستاذ بيمشي في اتجاه عقارب الساعة. عارف الساعة بتلف ايه؟ دواير بالشكل ده كده كده صح. يبقى بقرا من هنا وامشي في اتجاه ايه؟ الدايرة كده. ده التاني بقى الداين، يبقى ده المدين وده الداين. ولو في هنا حساب مكتوب يبقى ده المدين، وامشي والف الايه الدايره كده، يبقى النقديه هو اللي داين. يبقى قلت هنا من حساب النقديه الى حساب راس المال، رحت في حساب النقديه في الطرف المدين كتبت 1000، وكتبت قصادها الطرف الداين الى حساب راس المال. ما ننساش ان انا لازم اروح كمان لحساب راس المال لصفحه رقم 2 ولازم اقول فيها ان راس المال داين. يبقى هاجي في الطرف الشمال او الطرف الداين واكتب ال1000 جنيه واقول مين المدين بتاعه؟ حساب النقديه. يبقى من حساب النقديه الى حساب راس المال. وبكده بوضنا العمليه، خدنا اللي يخص النقديه وديته لصفحه النقديه، واللي يخص راس المال يروح لحساب راس المال. لو فقدت تاني بعد كده حساب النقديه ظهر، اروح لنفس الصفحة الاولانية اللي فاتت واروح احط برضو المبلغ سواء مدين او داين وهكذا. وبكده يبقى حساب النقدية متجمع فيه كل المبالغ وكل العمليات اللي تخص النقدية، وبكده تم تبويب المعاملات اللي تخص حساب النقدية، وبالمثل حساب رأس المال والمشتريات والمبيعات وكل بقى الحسابات بتاعتنا. ممكن نلاقي هنا كمان في حساب الاستاذ خانات زيادة، انا شايلها بس عشان الدنيا تبقى واضحة شوية. يعني ممكن نلاقي بعد على شمال النقدية سواء في المدينة على شمال خانة البيان اللي مكتوب فيها اسم الحساب دي، على شمالها هنا الاقي في خانة كمان، وعلى شمال خانة البيان دي هنا كمان في خانة اكتب فيها ايه؟ رقم صفحة الاستاذ. يعني ايه رقم صفحة الاستاذ؟ رقم صفحة اليومية، سوري، رقم صفحة اليومية. يعني بقول له ايه؟ اذا كان حساب النقدية هنا مدين ب1000 جنيه وكتبت قدام منه رقم صفحة النقدية 5، يعني بقول له روح للصفحة رقم 5 في دفتر اليومية، لو انت عايز تتأكد من المبلغ ده صح ولا لا، روح لصفحة النقدية، روح لصفحة اليومية الصفحة رقم 5، هتلاقي القدة موجود وهتلاقي في النقدية مدينة ب1000. وممكن ازود خانة كمان واكتب فيها رقم القيد، واقول له كمان في الصفحة رقم 5 في القيد رقم 5 او قيد رقم 10 او قيد رقم 100 القيد اللي احنا عايزينه. رقم الصفحة هيتكتب فين؟ احنا هنا في خانة ايه؟ خلينا في الجانب اليمين. الخانة الأولى دي للبيان للمبالغ. والخانة اللي جنبها دي اكتب فيها اسم الحساب. ازود خانة جنب منها اكتب فيها رقم صفحة اليومية، وخانة كمان اكتب فيها رقم صفحة رقم القيد، وممكن ازود خانة اقول فيها ايه تاريخ العملية دي كانت يوم كام. كل ده في الطرف اليمين، كل ده في الطرف الايه؟ المدين. مبالغ، اسم الحسابات او بيان، وبعدين على شمالها على طول رقم صفحة اليومية، يعني اقول الحساب ده موجود في انهي صفحة في اليومية، وخانة جنب منها رقم صفحة رقم القيد، يعني في انهي قيد بالظبط، القيد رقم كام، وخانة جنب منها كمان اقول فيها تاريخ العملية دي تمت يوم كام. ونفس الكلام في الجنب الشمال، مبالغ، اسم الحساب او بيان، رقم صفحة اليومية، رقم القيد، التاريخ. بس طبعا هنا لو عملناهم كانت الدنيا تبقى خانات كتير ونتوه، فاحنا حبينا ايه توضح الحساب في شكل بسيط كده. الترحيل لدفتر الاستاذ واضح ولا مش واضح؟ واضح يبقى 1، غير واضح يبقى 2.
كل الناس مش واضح. جست 21 بتقول طيب بالطرف الداين، يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ يعني اكتب لي جملة قول لي بس انت تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ طيب قيد اليومية، نرجع لقيد اليومية تاني. قيد اليومية عندنا كان ايه؟ من حساب النقدية الى حساب رأس المال. يبقى انا هروح للصفحة الخاصة بالنقدية في حساب الاستاذ في الطرف اليمين لطرف المدين، واقول النقدية مدينة بألف، واكتب جنبها اسم الطرف الداين الى حساب رأس المال. النقدية مدينة، يبقى هروح لحساب الاستاذ في الطرف المدين اللي هو الطرف اليمين، وهكتب الالف جنيه دي، وجنبها اكتب الى حساب رأس المال زي كده اهو. حساب النقدية، يعني دي صفحة النقدية في دفتر الاستاذ، في الجنب اليمين اللي جنب المدين كتبت الف، وكتبت جنبها الى حساب رأس المال. طيب الطرف الثاني في القيد الى حساب رأس المال، يبقى المفروض كمان اروح لحساب رأس المال، صفحة رأس المال في دفتر الاستاذ، واكتب جنبها الف جنيه في الجنب الشمال اللي هو جنب الداين، واكتب اسم المدين من حساب النقدية. يبقى حساب رأس المال في القيد داين، هروح لصفحة رأس المال في حساب الأستاذ طرف داين طرف شمال، واكتب الألف جنيه اللي هي الألف دي، واكتب جنبها اسم الطرف المدين من حساب النقدية بالشكل ده. حساب رأس المال اهو، يعني دي صفحة رأس المال في حساب الأستاذ، في الطرف الشمال كتبت الألف، وكتبت جنبها من حساب النقدية. أرجو إن كده يكون جست 21 يعني السؤال اللي هو عايزه أجبت عليه. إذا كان إيه السؤال حاجة تانية يوضح لي، يعني هل كده الدنيا بالنسبة لك واضحة؟ تمام، يبقى كده اتحلت المشكلة. تعالوا بقى نشوف يعني ايه بقى ترصيد حسابات الاستاذ. يبقى في حاجة اسمها ترحيل، وفي حاجة اسمها ترصيد. رحل يعني كل المبالغ اللي ظهرت في دفتر اليومية اوديها للحسابات اللي تخصها في دفتر الاستاذ. هياخد كل اللي يخص النقدية واوديه لحساب النقدية، وكل اللي يخص المشتريات اوديه لحساب المشتريات، وهكذا. ده اسمه ايه؟ الترصيد. سوري، التبويب او الترحيل. ارحل يعني اخد من دفتر لدفتر تاني، اخد من دفتر اليومية اودي لدفتر الاستاذ، يبقى كده رحلت. طب الترصيد بقى هو ايه؟ احنا قلنا ان حساب النقدية ظهر مثلا مدين 30,000 مرة، ويفترض ان انا ال 30,000 مرة ترحلوا موجودين كلهم في الطرف اليمين من حساب النقدية، وافترض ان مجموعهم لما جمعناهم اخر السنة لقينا ان العمليات دي مجموعها مثلا 20 مليون جنيه. يعني حساب النقدية ظهر في القيود مدين ب 20 مليون جنيه، مجموع المعاملات كلها اللي ظهر بها حساب النقدية في القيود مدين 20 مليون جنيه، ظاهرين كلهم في صفحة حساب النقدية في دفتر الأستاذ في الجانب المدين اللي هو اليمين، وظهر الحساب في القيود داين 20,000 مرة ومجموعهم 15 مليون جنيه. يبقى نتيجة ان انا رحلت ال 50,000 قيد اللي يخصوا حساب النقدية اللي ظهروا في قيود اليومية، ورحلتهم لحساب النقدية في دفتر الأستاذ، 30,000 عملية منهم في طرف مدين مجموعهم 20 مليون جنيه، و 30,000 و 20,000 عملية ظهروا في الطرف الداين ومجموعهم 15 مليون جنيه.
عايز اعرف بقى، طب هو حساب ان اداه في النهايه مدين ولا داين؟ ها مين عنده اجابه؟ مصطفى بسرعه يا مصطفى. مدين، مدين بكام يا مصطفى؟ علي مدين. ها مصطفى مدين بكام؟ 1000. يا راجل ال 20 مليون و 15 مليون فرقهم 1000. لا احنا مش نوصف القيد يا مصطفى، مش نوصف القيد، نقصد في القيود كلها. احنا بنقول ان مجموع المبالغ المدينه، احنا خلاص عدي المثال اللي فات، احنا بنقول مجموع المبالغ المدينه اللي ظهر بيها حساب الناديه في القيود ظهر 30000 مره مدين بمجموع 20 مليون جنيه. بلو سكاي برافو عليك، 5 مليون جنيه. ظهر حساب الناديه 30000 مره في القيود اليوميه مدين بمجموع مبالغ 20 مليون جنيه، وظهر في القيود داين 20000 مره داين بمبالغ مجموعها 15 مليون جنيه. يبقى الحساب نتيجته النهائيه مدين ب 20 مليون وداين ب 15 مليون. يبقى الفرق بينهم 5 مليون جنيه، المدين اكتر ولا الداين؟ المدين. يبقى الحساب مدين ب 5 مليون جنيه. فيري جود بلو سكاي. يبقى انا لازم اطلع ان الحساب اقول نتيجته النهائيه، انا مش عايز ال 50000 عمليه دول خلاص، انا عايز اطلع رقم في النهايه. ال 50000 عمليه دول في الاخر صفصفوا على قد ايه؟ رقمهم النهائي النقديه اللي موجوده في خزنه المشروع قد ايه؟ حساب النقديه بقى اصل ملك المشروع مدين بكام؟ ب 5 مليون جنيه. جت ازاي؟ جمعنا المبالغ اللي في الطرف المدين وجمعنا المبالغ اللي في الطرف الداين وخدنا الفرق بينهم. وإذا كان الطرف اليمين المدين أكبر يبقى الفرق ده مدين، وإذا كان الطرف الشمال اللي هو الداين أكبر يبقى الفرق ده داين. يبقى إحنا بنجمع الطرف المدين وبنجمع الطرف الداين وناخد الفرق بينهم، والفرق ده ياخد دليل أو إشارة الرقم الأكبر. إذا كان المدين أكتر يبقى الفرق مدين، وإذا كان الداين أكتر يبقى الفرق داين. تعالوا نشوفها في مثال لتوضيح كيفية ترصيد حسابات الأستاذ. إليكم الأمثلة التالية البيانات الافتراضية. هفترض إن عندي حساب النقدية ظهر زي ما شفنا في القيد اللي إحنا رحلناه إلى حساب رأس المال مدين بألف، وبعدين بعنا بضاعة 500 جنيه وقلنا رحلناها هنا، المفروض أقول من حساب النقدية إلى حساب المبيعات، فالنقدية مدينة ب 500. وبعدين حصلنا إيرادات، هقول من حساب النقدية إلى حساب الإيرادات أيا كان اسمها 400. وبعدين اشترينا بضاعة من حساب المشتريات إلى حساب النقدية، النقدية داينة ب 300. وبعدين دفعنا مصروف من المصروفات، قلنا من حساب المصروفات إلى حساب النقدية، النقدية جت داينة ب 100. وهكذا بقى طول السنة عمالين إيه؟ نسجل مشتريات ومبيعات ومصروفات وإيرادات و و و حساب النقدية عمال يظهر مدين وداين مدين وداين وهكذا. الترصيد ده هيتم بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. مجموع الطرف المدين قد ايه؟ 1000 زائد 500 يبقى 1500 زائد 400 يبقى 1900. مجموع الطرف المدين 1000 زائد 500 زائد 400 يبقى 1900. مجموع الطرف الداين 300 زائد 100 يبقى 400. الطرف المدين مجموعه 1900 والداين 400. هاخد المجموع الكبير اكتبه، بشد خط كده بعد الارقام كلها، سيب سطر او اتنين كده واروح شادد خط زي ده، وتحت منه في السطر اللي بعد منه خطين زي كده موازين لبعض، وفي النص بينهم اكتب مجموع الطرف الكبير 1900، ونفس الكلام اكتبه هو في الطرف الشمال برضه، اعمل نفس الخط قصاد منه بالظبط، وخطين في السطر اللي بعد منه قصاد بعض كلهم. والمجموع الكبير مجموع الطرف المدين اكبر من الداين، يبقى المجموع الكبير هيتكتب مره في المدين ومره في الداين. الفرق كام؟ 1900 وهنا 400، الفرق 1500 جنيه. اروح كاتب الفرق في الطرف الصغير، بما ان 400 هي الطرف الصغير،
مش الصغير يعني عدد العمليات فيه اقل، لا مجموعه اقل. فالطرف الداين كان مجموعه 400 والطرف المدين 1900، يبقى الكبير 1900 اتكتب هنا وهنا، والفرق 1500 كتبتها مع الصغير. كان انا عايز اضيف رقم للطرف الصغير يساوي الطرفين ببعض عشان يبقى المجموع في النهايه 1900. الفرق ده هو رصيد الحساب. ما هو الحساب مدين ب 1900 ودايم ب 400، يبقى الفرق 1500 رصيد مدين، لان المجموع المدين اكبر، فاقول عليه رصيد مرحل. بنكتب عليه رصيد ايه؟ مرحل. وبنكتب تاريخ الترصيد، غالبا الترصيد ما بيتمش الا في نهايه السنه، فبكتب جنب منه رصيد مرحل يوم 31/12/2010 2000 ايا كان. وده رصيد يبقى مدين ولا داين؟ ده رصيد مدين. نعرف الرصيد مدين ولا داين ازاي؟ في طريقتين نعرف بيهم رصيد مدين ولا داين. اولا ان الرصيد حسب الاكبر، فما دام المدين اكبر من الداين، مدين 1900 وداين 400، المدين اكبر يبقى الفرق ده الرصيد ده المرحل رصيد مدين. الرصيد حسب الاكبر. تاني حاجة، الطريقة التانية، الرصيد عكس مكانه. يعني ده الطرف المدين من الحساب، الطرف اليمين هو الطرف المدين، والطرف الشمال من الحساب هو الطرف الداين. إذا ظهر الرصيد في الطرف الداين زي كده يبقى هو رصيد مدين عكس المكان اللي هو موجود فيه. وإذا ظهر الرصيد في الطرف ده اللي هو الطرف المدين يبقى ده رصيد دائن. الرصيد عكس مكانه أو الرصيد حسب الأكبر. مفروض ان الكلام ده يوم 31/12/2010 بنقول ان احنا عندنا نقدية في الخزنة 1500 جنيه، فظهر رصيد لحساب نقدية مدين ب 1500 جنيه. يوم 1/1/2011 اول يوم في السنة الجديدة بنقول في عملية اسمها عملية اعادة فتح الحساب. احنا رصدنا الحساب يعني قفلنا الحساب، فانا لازم اعيد فتح الحساب. اعيد فتح الحساب اعمله ستارت ازاي؟ ان انا اخد الرصيد اللي انا كتبته ده 1500 جنيه رصيد مرحل، واخده اوديه في الجنب العكسي واكتب جنب منه رصيد منقول. ده رصيد هيترحل يعني هيتنقل بعد كده. احنا قلنا ترحيل يعني ايه؟ نقل من مكان لمكان. مرحل يعني هنقله من هنا لجنب تاني، وبالتالي كده يبقى اتنقل، بقى منقول دلوقتي، مش لسه هيترحل، لا اترحل فعلا واصبح منقول. وده يوم 1/1/2011 اول يوم في السنه. وبعدين بقى كل العمليات اللي تظهر في سنه 2011 نبدا نرصدها زي ما رصدنا عمليات سنه 2010، تبدا تظهر العمليات تحت. كل ما يظهر ان قديه مدينه اجيبه هنا، ويظهر داين اجيبه هنا. ولما نعيد الترصيد في السنه الجديده ما ننساش ان مع المجموع اخد الرصيد ده يتجمع معانا عادي. يعني لو هنا في رصيد منقول كان موجود من السنه اللي فاتت كنت هجمعه على ال 1900 جنيه دول. يبقى الرصيد المنقول ده هيتحط بعد منه المعاملات، يترحل له المعاملات اللي ظهر بقيت في صفحه السنه الجديده، وعند الترصيد في نهايه سنه 2011 الرصيد اللي هو ال 1500 هيتجمع معانا مع المبالغ عادي خالص، مفيش اي مشكله. ده لو الحساب رصيده ظهر طرف داين يبقى رصيد مدين. تعالوا نشوف حساب تاني، وليكن حساب راس المال. حساب رأس المال كان ظهر زي ما شفنا في المثال اللي احنا رحلناه فوق، ظهر حساب رأس المال داين ب 1000 جنيه وقلنا من حساب النقدية. لو افترضنا ان صاحب المشروع خلال السنة سحب نقدية ب 400 جنيه، فقلنا من حساب النقدية إلى حساب إيه؟ من حساب المسحوبات الى حساب النقديه. فانا ممكن اخر السنه اروح واخد المسحوبات واقفلها في راس المال، لان المسحوبات بتنقص راس المال. فاجي هنا في حساب راس المال واقول
اعمل قيد اقول من حساب راس المال الى حساب المسحوبات واروح مرحله المبلغ هنا. عشان اقول راس المال الجديد بقى كام بعد ما المسحوبات اتسحبت بقى راس المال كام. بس طبعا العمليه دي انا اعملها للتوضيح فقط، لكن الاصل ان يفترض ان اسيب حساب راس المال زي ما هو ما اجيش جنبه، ويبقى عندي حسابين، حساب راس المال وحساب المسحوبات. راس المال مثلا في 1,000,000 جنيه ومسحوبات 100,000، يبقى حسابيا اعرف ان صاحب المشروع اخذ من 1,000,000 جنيه اللي اودعها في مشروعه راس المال سحب منه 100,000. لكن اسيب راس المال زي ما هو بالمليون واسيب المسحوبات بال100,000 واجي في الميزانيه واقول ان في راس مال 1,000,000 جنيه تحت منها ناقص مسحوبات 100,000، يبقى الصافي 900,000. يعني ده حق صاحب المشروع في المشروع. بس انا بوضح هنا يعني ايه، لو افترضنا ان في قيد يوميه بالشكل ده كنا هنصرف في الطرف المدين ب200 جنيه، وبكده يبقى الطرف المدين 200 والطرف الدائن 1,000. مين الكبير؟ ها تمام، الاثنين قد بعض. يا هدير يا هدير، احنا عندنا الطرف المدين 200 والطرف الدائن 1,000. مصطفى احنا زودنا الوقت شويه عشان ايه ما يوقعش في المشكله. لا مفيش مشاكل، انا هناخد بس حوالي 5 دقايق 10 دقايق بكتير، يعني مش هتاخر. ها يا هدير، يا اللي قلتي ان الاثنين قد بعض. احنا قلنا المسحوبات هنا في القيد في الحساب مدينه ب200 ونقديه داينه ب1,000، يبقى كده الجانب الاكبر اللي مجموع الجانب المدين 200 ومجموع الجانب الداين 1,000، يبقى الاكبر الداين 1,000. يبقى هنيجي زي ما قلنا نكتب المجموع تحت بكام؟ 1,000 في الطرفين خط، وتحت منه خطين متوازيين، ونفس الكلام في الجانب الثاني، ونكتب المجموع الكبير 1,000 هنا وهنا. الفرق كام؟ لا السرعه، بسرعه يا هدير، ايوه كده الله ينور عليك، الفرق 800. ال 800 تتكتب في الطرف الصغير اللي هو الطرف، بسرعه بسرعه يا شباب، طرف المدين تمام اللي هو الطرف اليمين، طرف اليمين ال 800 تتكتب في المدينه اهي، واكتب جنبها رصيد مرحل يوم 31/12/2010، ويبقى ده رصيد مدين ولا داين؟ يبقى ده رصيد داين. ليه؟ للطرفين اللي احنا قلنا عليهم، ان الداين اكبر من المدين، وبالتالي يبقى الفرق 800 داين، او ان الرصيد عكس مكانه، الرصيد في الجانب المدين اللي هو الجانب اللي اليمين، يبقى على طول ده رصيد داين. الرصيد اللي بيظهر في الطرف اليمين اللي هو الطرف المدين يبقى رصيد داين، والرصيد اللي يظهر في الطرف الشمال اللي هو الطرف الداين يبقى رصيد مدين. الرصيد عكس مكانه، الرصيد اللي في الطرف المدين اليمين يبقى رصيد داين، والرصيد اللي في الطرف الداين اللي هو الطرف الشمال يبقى رصيد مدين. وفي اول يوم يوم 1/1/2011 اعيد نقل ال 800 جنيه رصيد مرحل، ارحله للجانب الثاني واكتب جنب انه رصيد منقول، وبعد كده ابدا ارحل المعاملات الماليه الخسره الجايه. راس المال علي بيقول ممكن يكون راس المال للرصيد مدين، يعني هي لا يا علي، لان احنا اتفقنا ان احنا هنسيب راس المال ايه، هنسيب راس المال على طول ما نقربش عليه، والمسحوبات او الخسائر او الارباح اللي هتحصل مش هنقفلها في راس المال ونسيب راس المال زي ما هو، والحاجات دي تظهر في الميزانيه. لكن ممكن الاقي حقوق الملكيه في الميزانيه يطلع رصيدها سالب. امتى؟ حد يعرف؟ خليها لما نيجي للميزانيه حد يسالني السؤال ده لو انا نسيت اقول لكم عليه. ممكن الاقي حقوق الملكيه في الميزانيه يطلع رصيدها سالب. امتى ده؟ هنشوف بعد كده. لكن يفترض ان حساب راس المال كل المبالغ اللي صاحب المشروع يحطها في المشروع ارحلها للحساب ده، المسحوبات اللي يسحبها هنسيبها مسحوبات لوحدها ما نرحلهاش هنا، والخسائر اللي تحصل في نهايه كل سنه والارباح برضه ما نرحلهاش لحساب راس المال نفسه، لكن ننقلها للحقوق الملكيه تضاف على راس المال في الميزانيه لو ارباح، او نطرح الخسائر والمسحوبات ونسيب حساب راس المال رصيده الاصلي اللي تم ايداعه من صاحب المشروع. عشان يبقى عارفين
صاحب المشروع حط في مشروعه قد ايه؟ ايه راس المال اللي خصصه للمشروع؟ بكده بقى نقدر بناء على ما تقدم نقول ان الرصيد حسب الاكبر، فاذا ظهر الرصيد المرحل في الجانب المدين للحساب فهذا يعني ان مجموع الجانب الداين كان اكبر من الجانب المدين، وبالتالي يكون رصيد الحساب داين، والعكس اذا كان الجانب الداين هو الاكبر فيظهر الرصيد في الطرف المدين وده يبقى رصيد داين. يعني بعبارة اخرى الرصيد يظهر في الجانب المدين من الحساب يكون رصيد داين، والرصيد اللي بيظهر في الطرف الداين بيكون رصيد مدين. طيب اذا كان مجموع الجانبين متساويين، يعني لو افترضنا ان جينا في حساب من الحسابات ولقينا المبالغ اللي ظهر فيه كل طرف مدين بتساوي الداين، يعني مثلا اشترينا بضاعة بالاجل بألف جنيه، فقلنا من حساب المشتريات الحساب الدائنين ألف، فيظهر في حساب الدائنين ألف جنيه داين، وبعدين احنا مسددين الألف، فقلنا من حساب الدائنين الى حساب النادية ألف، هروح حساب الدائنين وحط في الجانب المدين ألف، لما اجي ارصد الاقي مجموع المدين ألف والمجموع الدائن ألف، ده معناه ان الرصيد ان الحساب ده حساب مقفل، يعني ملوش رصيد، ان المدين قد الدائن الحساب ده اتقفل خلاص كأنه مش موجود في دفاتري اصلا، بنسميه حساب ايه؟ تم اقفاله او رصيد مقفل، حساب مقفل. التمرين رقم 8، هقرا التمرين معاكم وبعدين هسيبكم تسجلوا العمليات السابقه في دفتر اليوميه وترحلوها لدفتر الاستاذ ك يعني شغل ليكم خلال الاسبوع، ومع نهايه الاسبوع ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه اذا كان في العمر بقيه هحل معاكم التمرين وتشوفوا نفسكم بقى، تراجعوا معايا انتوا على الورق اللي معاكم انتوا عاملين ايه واللي عاملينه صح ولا غلط. بدأ قطز اعماله التجاريه في بدايه عام 2011 على النحو التالي: 30,000 جنيه عقارات، 10,000 جنيه أساس، 40,000 جنيه نقدية بالخزينة، وفي ميال العمليات التي قام بها خلال شهر يناير. طبعا دي كده عملية تكوين رأس مال المشروع، هو بدأ أعماله حط في المشروع عقار ب 30,000، حتة أرض ومبنى ب 30,000 حطها اتنازل عنها للمشروع، كتبها باسم مشروعه، وكان عنده أساس اشتراه للمشروع ب 10,000 جنيه، وراح حاطط نقدية في المشروع 40,000 عشان يشغل بيها مشروعه. لو هعمل قيد يومية بسرعة كده الناس يقولوا لنا لو هنعمل قيد يومية هنا هنقول ايه فيه؟ مين المدين ومين الدائن؟ المدين مين؟ بسرعة بسرعة بسرعة. لو هنعمل هنا قيد يومية مين المدين؟ بسرعة يا علي، بسرعة مصطفى، ايوه مصطفى بيقول مذكورين العقار والاساس والنقديه، برافو يا علي، ده طرف المدين. من مذكورين؟ 30,000 جنيه عقارات، 10,000 جنيه اساس، 40,000 جنيه نقديه، لان دي كلها اصول هتزيد في المشروع تبقى مدينه، الى حساب مين؟ راس المال بالمجموع 80,000 جنيه. يبقى مين مذكورين؟ حساب العقارات والاساس والنقديه 30 و10 و40. تمام، عشان بس الناس ايه؟ نكمل بعد كده ما يبقاش في مشاكل. يوم 5 منه، يعني يوم 5 من 5 كام؟ في بداية 2010، يعني يوم 5/1. السنة بتبدأ في شهر 1، يبقى 5 منه يعني 5/1. سحب 20,000 جنيه من خزنة المحل أو دعها في حساب جاري بالبنك. دي مسحوبات؟ دي نسجلها نقول من حساب المسحوبات ولا لا؟ واحد لا، اتنين مصطفى لا. ليه؟ لان دي مش مسحوبات شخصيه.
ده هو خد فلوس من الخزنه وداها البنك باسم المشروع، حساب الجاري الحساب الجاري بالبنك، يعني حساب المشروع في البنك. انما المسحوبات لو هو خد ال 20,000 جنيه وحطها في حسابه هو الجاري، او خدها واشترى بيها حاجه لبيته، سدد بيها الرسوم الدراسيه لابنه، وهكذا نقول عليها مسحوبات. لكن دي فلوس راحت من الخزنه للبنك، يبقى البنك اصل وزاد يبقى مدين، والخزنه اصل وناقص يبقى داين، يبقى من حساب البنك الى حساب الخزينه. دي 20,000 جنيه. تقيل يوميه ايداع مبلغ من الخزنه في البنك. يوم 9 اشترى بضاعه ب 15,000 جنيه من محلات بيبرس ودفع من قيمتها 5,000 جنيه نقدا. مين المدين؟ الشاب بسرعه. حساب المشتريات تمام، ده المدين. ومين الداين؟ اشترى بضاعه 15,000 من محلات بيبرس دفع 5,000 جنيه نقدا. مين الطرف الداين؟ الخزينه تمام، والدائنين. الخزنه هتبقى داينه ب 5,000 جنيه لان اصل ونقص دفعنا منها 5,000 اصل نقص، يبقى داينه ب 5,000 جنيه. والدائنين محلات بيبرس هيبقوا دايننا بال 10,000 جنيه الباقيه. اخذوا 10 اخذوا 5 من اصل 15,000، يبقى لسه اليوم عندنا 10,000 جنيه. يبقى القيد من حساب المشتريات 15,000 الى مذكورين، حساب النقديه بالخزينه 5,000، وحساب الدائنين محلات بيبرس 10,000 جنيه. يوم 13 باع بضاعه ب 8,000 جنيه لمحلات اقطاي بشيك او دعوى خزنه، يبقى من حساب الخزنه الى حساب المبيعات. مصطفى برافو عليك. مصطفى انت محاسب؟ تمام. يبقى من حساب الخزينه الى حساب المبيعات، لانه اشترى باع بشيك او دعوى الخزينه. فاكرين لما قلنا الشيك لو راح الخزنه يبقى نقول من حساب الخزينه، لكن لو قال لي بشيك وسكت، او قال لي بشيك او دعوى البنك، يبقى من حساب البنك الى حساب المبيعات. ده الكلام اللي احنا قلناه في اول المحاضره. باع بضاعه ب 8,000 بشيك او دعوى الخزنه، يبقى من حساب الخزينه الى حساب المبيعات. لكن لو قال لي بشيك او دعوى البنك، يبقى من حساب البنك الى حساب المبيعات. يوم 18 اشترى بضاعه ب 10,000 جنيه من محلات ايبك وحرر لها كمبياله بالمبلغ. اشترى بضاعه ب 10,000 جنيه من محلات ايبك وحرر لها كمبياله بالمبلغ، يبقى القيد تمام من حساب المشتريات، بس هنا ما دفعش نقد انا اقول الى حساب النقديه، ولا دفع بشيك على البنك عشان اقول الى حساب البنك، ولا قال لي المبلغ بالاجل عشان اقول الى حساب الدائنين محلات ايبك. لا، ده حرر كمبياله، وبالتالي الكمبياله تبقى كمبياله على المشروع. كمبياله على المشروع، دين على المشروع، اي اوراق سواء كانت كمبيالات او سندات اذنيه، كمبياله او سند اذني، اذا كانت على المشروع بتاعنا اسمها اوراق دفع، واذا كانت للمشروع يعني المشروع هو اللي ايه اللي اخد كمبياله من حد ومضي حد على كمبياله، يبقى المشروع هو اللي هيحصل، تبقى اوراق قبض. واوراق القبض اصول تبقى مدينه، واوراق الدفع تبقى خصوم او التزامات متداوله تبقى دينه. يبقى هنا اشترى بموجب كمبياله علينا تبقى ورقه دفع، يبقى من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع زي ما مصطفى بيقول كده. جست 21 بيقول الدينين، مش فاهم يعني ايه الدينين. هو دين علينا بس ما نقولش الى محلات ايبك، لان ده متحرر بيه كمبياله، يبقى نقول هنا ايه، ما نقولش دائنين اللي هم الدائنين يعني زي ما حضرتك تقصد، لا نقول الى حساب اوراق الدفع، لان هنا في كمبياله تم تحريرها، كتبنا على نفسنا كمشروع، كتبنا يعني هنا قطز كتب على نفسه كمبياله لايبك، فقطز بيقول ان انا عليا ورقه هدفعها، كمبياله هدفعها فيما بعد، تبقى ورقه دفع دين علينا. يوم 25 سدد مرتبات العاملين عن شهر يناير وقيمتها 1,000 جنيه نقدا.
سدد مرتبات العاملين عن شهر يناير وقيمتها 1000 جنيه نقدا. ها القيد ايه بسرعه؟ وهتكون بيغش القيود من ورا. يعني القيود مكتوبه تحت في الصفحه تحت، ممكن تكون بتقلبه وتجيب القيود. بين حساب المرتبات الى حساب النقديه. ايوه برافو كده. ماشي يا مصطفى. يعني القيود موجوده عندنا هنا تحت. تمام عشان اللي عايز يغش يعني القيود موجوده عندنا، بس انا هوريها لكم المره الجايه ان شاء الله نبدا نناقشها مع بعض. يبقى من حساب المرتبات اي مصروف من المصروفات بندفعه بيبقى المصروف مدين، لان المصروف بيعتبر تخفيض لحقوق الملكيه وبالتالي يبقى مدين، مصروفات على طول مدينه. يبقى من حساب مصروف المرتبات الى حساب النقديه بالخزينه. الصوت عندك ايه يا مصطفى؟ رجع تاني. شوف المشكلة عندك في ايه. طيب تمام، صوت جه عندك تاني. تمام الله ينور. يبقى هنا سداد مصروف مرتبات من حساب المرتبات مع مصروف المرتبات الى حساب النقدية. احنا بقى المطلوب نسجل العمليات السابقة في دفتر يومية محلات قطز. احنا طبعا انا قلتها معاكم، فعليكم ان انتوا بس ايه تكتبوها تاني عشان تبقوا ايه فاكرينها، تراجعوها مع نفسكم. وبعدين رحلوا العمليات السابقه لدفتر الاستاذ لمحلات قطز. هنفتح كام حساب؟ هنفتح حساب للعقار، وحساب للاساس، وحساب للنقديه. وبعدين هنا نقديه وبنك. النقديه فتحنا لها حساب قبل كده، نرحل لنفس الحساب ونفتح حساب للبنك. وفي شراء يبقى في حساب مشتريات، ونقديه هنا يبقى على حساب النقديه اللي فتحناها قبل كده. في محلات بيبرس دائنين، محلات بيبرس نفتح لها حساب لوحدها. بعنا بضاعة يبقى في مبيعات، حساب المبيعات. بشيك اودع الخزنة يبقى هنرجع للحساب النقدية مرة تانية. خلي بالك محلات اقطاي هنا مش هتظهر، مش هتفتح لها حساب لانها مش هتظهر في قيد اليومية. اشترى تاني يبقى على نفس حساب المشتريات اللي احنا فتحناها، نرحل المبلغ ده. كمبيالة ورق الدفع يبقى في حساب لاوراق الدفع. مرتبات العاملين يبقى في مصروف المرتبات. نقدا يبقى نرجع لحساب النقديه ونرحله نفس المبلغ. دي الحسابات اللي احنا هنفتحها ونرحل لها المبالغ ونرصد ونطلع ارصده الحسابات. والمره اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 8 صباحا هتلاقوني في انتظاركم، وهسعد بيكم نحل مع بعض، نشوف مع بعض نرحل العمليات دي لدفتر الاستاذ. طبعا القيود احنا خدناها خلاص، هنرحل لدفتر الاستاذ على طول ونخش على ميزان المراجعه. وبعدين نروح نعمل بقى قوائم ماليه، قائمه دخل وميزانيه، ونشوف بقى الهدف النهائي للمحاسبه الماليه اتحقق ازاي بقى. والجمعه اللي بعدها ان شاء الله هو كورس، طبعا احنا كنا مخططين له زمان انه هيخلص على يوم 4 في الشهر الحالي، وطبعا نتيجه المشاكل اللي حصلت في الصوت في الفتره اللي فاتت فتأجلت كذا محاضرة. وبعدين خطر ببالي ان انا بقى اكمل المحاسبة المالية لاخرها، فبالتالي هنبدأ نخش تسويات جردية. وبعدين هنبدأ نتكلم على شوية مشاكل كبيرة، شراء اصول ثابتة وما يتعلق بها واهلاكات الاصول والكلام ده كله هيبقى في الجرد ان شاء الله. وهنبدأ نضيف كمان محاضرة لتصحيح الاخطاء. فده ان شاء الله يعني مش هننهي القرص، خلي القرص مفتوح معانا لغاية ما ننهي كل ما يتعلق بالمحاسبه الماليه والنقط الفنيه اللي تتعلق بالمحاسبه الماليه. الكلام اللي احنا قلناه ده كله يعتبر بالنسبه للمحاسبين كلام عادي خالص، ما فيهوش اي مشاكل. هو لو في حد مش محاسب، حد مش محاسب معانا يا اخوانا، بلو سكاي في دراسات جدوى ان شاء الله بعد القرص ده على طول بمشيئه الله هنخش قرص تكاليف، وبعد منه قرص دراسه جدوى. بس نعرف قرص تكاليف الاول لان ده هيفيدنا، وبعدين قرص دراسه جدوى. يعني ده وعد مني ان شاء الله ان هنهي قرص المحاسبه الماليه بمشيئه الله، وبعد منه هيبقى في قرص محاسبه التكاليف، وبعد قرص محاسبه التكاليف نبدا في قرص دراسه الجدوى، لانه ده الحاجات دي هتفيدنا كتير لما نبدا نتكلم في دراسه الجدوى، نبقى احنا عندنا خبره عن المحاسبه الماليه ومحاسبه التكاليف.
هل في حد معانا مش محاسب؟ لو في يقول واحد، لو في حد مش محاسب او يكتب التخصص بتاعه. كل الناس اللي معانا محاسبين، وان شاء الله في كورس محاسبه ضريبيه بمشيئه الله، يعني اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله، يعني انا مستمر معاكم ان شاء الله في الكورسات محاسبه، كل الكورسات انتوا هتحتاجوها. بس طبعا لما بيطلب مني كورس لازم اشوف الناس اللي معانا، طب اخبارها ايه في المحاسبات، يعني الناس اللي طلبت دراسه جدوى من عينيا نعمل قصة دراسه الجدوى، بس ناخد قصة تكاليف الاول لان ده هيفيدنا لما نتكلم في دراسه الجدوى. محاسبه ضريبيه، احنا ممكن نبدا محاسبه ضريبيه بعد المحاسبه الماليه، بس ايه يعني خليها كده بالتوازي، نشوف ايه مجموعه قصات يعني ورا بعضها، محاسبه ماليه وبعدين تكاليف وبعدين جدوى وبعدين نخش محاسبه ضريبيه بمشيئه الله من عنايه. حد عنده اي استفسارات اخرى في موضوعات المحاضرة أو في المحاضرات السابقة أو في أي موضوعات أخرى تتعلق بالمحاسبة، أنا تحت أمركم. تمام. جست 21 بيكتب شكرا. تمام. في نهاية المحاضرة دي أتمنى إن أنا أكون فعلا يعني قدرت أضيف، أنا يعني من الواضح كده إن كل الناس اللي معانا محاسبين، مفيش حد قال ان هو مش محاسب، فاتمنى طبعا ان انا اكون ضفت لكم حاجه للمعلومات اللي عندكم، ولو حاجه بسيطه تكون وما يكونش وقتكم ضاع يعني معايا. واتمنى ان المحاضرات الجايه برضو تكون فيها اضافه ليكم. الحمد لله انت غير محاسب، محسن تخصصك ايه يا محسن؟ التخصص بتاعك تخصصك ايه؟ انت درست ايه؟ ادارة عامة. تمام، يعني انت تجارة وتخصص ادارة عامة. تمام، يعني انتوا اصلا كلية تجارة، يعني في هنا الناس اللي هي بتقول احنا بندرس ادارة، هل انتوا في كلية تجارة وبتدرسوا إدارة في قسم إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو أيا كان؟ تمام تمام، يعني أتمنى إن أنت تكون معهد إدارة. تمام، أتمنى طبعا إن أنت الإدارة طبعا المحاسبة بتدعمها والإدارة بتدعم المحاسبة، فإذا كنت أنت عندك فكرة كويسة عن كلية اقتصاد، تمام، إدارة إدارة عامة في كلية اقتصاد، كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة. شيف ولا شريف؟ كلية اقتصاد جامعة دمشق، بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفق حضرتك. سيف سوري سيف، أنا آسف جدا سيف، جامعة دمشق أهلا بيك. زي ما الدعم الفني زي ما انتم شايفين بيحط لنا قناة أكاديمية على اليوتيوب، بحيث الناس اللي عايزة تحمل المحاضرة أو المحاضرة السابقة. زي ما بقول لكم إن المحاسبة والإدارة والاقتصاد دي كلها مواد بتكمل بعضها، فأنت إذا كنت قوي في أو عندك خبرة كويسة في الحاجات دي كلها، أكيد أنت بتبقى مميز في شغلك، محاسب كويس جدا وعندك فكرة كويسة عن الإدارة، يعني دي بتديك ثقل في عملك. اذا كنت انت اداري شغال اداري وعندك فكره كويسه في المحاسبه، فده اكيد هيدي لك ثقل ان انت لما تبقى اداري وتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي في المشروع بتاعك وحساباتك ماشيه ازاي. تمام، اذا كنت راجل اقتصادي فبرضو الاقتصاد ما بيعدش كتير عن المحاسبه، لان تمام انت بتمسك اقتصاد دوله او اقتصاد مشروع، بتخطط للمشروع، فانت يهمك برضه تشوف ايه المشروع ده رايح فين وجاي منين وايراداته ومصروفاته وهكذا. شكرا لكم اعزائنا الدارسين، على امل بلقاء يوم الجمعه اللي جاي الساعه 8 ان شاء الله. فالى هذا اللقاء، الى هذا الموعد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.